أيها الأحرار السوريون، أيها الأحرار العرب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى هذا اللقاء المتجدد مع حضراتكم. تأخرت عنكم في الأسبوع السابق لأسباب خاصة. اليوم نلتقي لنناقش مع حضراتكم عدة مواضيع. أولها ما قالته السيدة إنجلينا ميركل المستشارة الألمانية. الموضوع الثاني هو موضوع ما قاله الدكتور نصر حريري رئيس أو السكرتير العام للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة. والموضوع الآخر هو أمريكا تسابق الزمن من أجل إنقاذ تنظيم قسد الإرهابي وما يسمى بسوريا الديمقراطية واي بي دي سوريا الديمقراطية التنظيم الإرهابي الذي بدل اسمه بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية وليس قناعة منه بالعمل الديمقراطي. إذا الوي الوي واي دي اللي هن البي واي دي اللي هن جماعة سوريا الديمقراطية أو التنظيم الإرهابي قاموا بتغيير اسمهم، وليس كما يسوق البعض أو يحاول التدليس عليكم البعض بأنهم منظمة ديمقراطية. هناك فيديو بالصوت والصورة وكيف طلب منهم الجنرال بأمر من الجنرال الأمريكي أن يقوموا بتبديل هذا الاسم، وقال لهم هذا الاسم لا يعجبني عليكم استبداله، فقالوا لقد وجدنا اسم جديد. قال ما هو؟ قالوا سوريا الديمقراطية. فقهقه ضاحكا وقال لقد أعجبني هذا الاسم. إذا هو الذي بارك لهم الاسم وهو الذي طلب منهم أن يغيروا هذا الاسم، وليس عن قناعة منهم لأنهم جماعة إقصائيون فعلوا كل ما فعلوا من أجل تحت عنوان أن لديهم حقوق تاريخية. وسنثبت لكم اليوم بالأدلة أن لا حقوق تاريخية لهم لدينا ولا شيء. طبعا بادئا ذي بدء كما ذكرنا سنتحدث بما قالته السيدة إنجلينا ميركل. بالدرجة الأولى علينا أن نتقدم بالشكر للسيدة ميركل على استضافتها لنا في محنتنا. وقفت معنا حين تخلى عنا الجميع، وقفت معنا السيدة المستشارة الألمانية إنجلينا ميركل التي ستنهي حياتها السياسية في العام القادم، وهذا مؤسف بالنسبة لنا وبالنسبة لجميع اللاجئين السوريين بغض النظر عن المواقف السياسية الأخرى. نحن نتحدث أن ألمانيا وسيدة ميركل تحديدا فتحت لنا أبواب ألمانيا وأبواب أوروبا في الوقت الذي تخلى فيه عنا القريب والبعيد والأصدقاء وغير الأصدقاء، وتحملت الكثير تحت هذا الخيار. طبعا لم يكن هدفها فقط إنسان، هي طبعا تبحث عن مصالح، هي سيدة، هي سيدة دولة وهي سيدة أوروبا القارة العجوز، هي تبحث عن مصالحها وعن شعبه. وهذا كان موضوع نقاش بيني وبين أحد المستشارين الألمان في القاهرة عندما قرروا أن يأتوا بي إلى ألمانيا، أن ألمانيا ستخسر الكثير من شبانها ونسبة كبار السن هي الأكثر والغالب، وبالتالي ألمانيا احتمال أن يتناقص عدد سكانها في 2025-26 حوالي 3 مليون تقريبا، بينما ستزيد بريطانيا 3 مليون، وبالتالي سيكون هناك نقص في العمالة وكل هذه الأشياء. يعني ألمانيا ميركل سيدة دولة حقيقية وتقود أوروبا، وأنا نعرف ماذا سيحدث في أوروبا بعد ذهاب ميركل ومجيء أشخاص مثل ماكرون ومثل جونسون في بريطانيا والشعبويون في سواء في هولندا أو في السويد أو في هذه المناطق، لأنه اليمين الشعبوي يوما بعد يوم، صحيح أنه يتم قمعه في الانتخابات أقصد، ولكنه يتواصل
يستمر في التطور، مستغلا موضوع اللاجئين التي أخسر السيدة ميركل الكثير من مقاعدها ومكانتها الانتخابية، أقصد الحزب. السيدة ميركل التي تنتمي إلى اليمين الوسط، يعني الحزب المسيحي، واستقبلت معظم المسلمين، سيدة عظيمة بهذا الموضوع. إذن لا يسعني في هذه اللحظة إلا أن أقول شكرا لك السيدة ميركل على مساعدتنا. فيلن دانك فراو ميركل فور انزير هيلبين. شكرا سيدة ميركل على مساعدتنا نحن اللاجئين السوريين والمضطهدين السوريين وكل الهاربين من براميل الموت والقتل والذبح الروسي الإيراني وحزب الله الإرهابي المتطرف وعصابات تنظيم قسد الإرهابية. فيلن دانك فراو ميركل فور انزير هيلبين. هذا ما أود أن أقوله، ولكن دعونا نتذكر ما قالته السيدة ميركل في هذا الموضوع يوم الجمعة 28 أغسطس إبريل من الشهر الماضي، حيث قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل الوضع بسوريا، وصفت السيدة المستشارة ميركل الوضع في سوريا بأنه مأساة كبيرة. وقالت ميركل يوم الجمعة كما ذكرنا لكم بتاريخ 28 أغسطس آب في مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي في برلين، إنها مأساة كبيرة، هكذا قالت السيدة ميركل. قالت إنها مأساة كبيرة تحولت فيها آمال ما كان يسمى ذات يوم بالربيع العربي إلى نقيضه. إنها مأساة كبيرة، إنها مأساة كبيرة تحولت فيها آمال ما كان يسمى ذات مرة بالربيع العربي إلى نقيضه، يعني الربيع تحول إلى خريف وإلى شلال من الدماء المهراقة على طول وعرض سوريا من اليرموك، على طول وعرض الجمهورية العربية السورية من الجنوب من نهر اليرموك، من ضفاف نهر اليرموك إلى أقصى شمال شرق الجمهورية العربية السورية على حدود أو ساحل دجلة في أقصى شمال شرق سوريا، تحولت إلى مأساة. قالت أيضا السيدة ميركل مئات آلاف من الأشخاص لقوا حتفهم. قالت السيدة ميركل أن مئات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم في سوريا منذ اندلاع الثورة ضد تنظيم بشار الأسد في عام 2011، وتحولت إلى حرب هجرة خلالها، وتحولت طبعا وحولها تنظيم بشار الأسد روسيا وإيران وحزب الله تكفيره إلى حرب هجرة خلالها ملايين السوريين من بلادهم التي تم تدميرها إلى حد كبير، وأصبحت ساحة صراع إقليمية ودولية، أصبحت ساحة للصراع الإقليمي والدولي. هذا ما قالته السيدة ميركل. وتبعت ميركل أن الوضع مأساوي لأن نصف سكان سوريا إما فارون أو غادروا البلاد، مشيرة إلى أن الناس هناك أرادوا بحق. السيدة ميركل تقول أن الناس هناك أي في الجمهورية العربية السورية أرادوا بحق التصدي للديكتاتورية أو للديكتاتور الذي ما زال في منصبه أو يجلس على كرسي الحكم الذي تثبت أركانه إيران وحزب الله الإرهاب المتطرف وروسيا والميليشيات القادمة من كل أصقاع العالم وبعض التمويل العربي لهذا التنظيم الإرهابي، مضيفة أن كل هذا يوضح نوع التوتر القائم بين القيم، التوتر القائم بين القيم التي يقاتلون من أجلها وبين الفرص، يعني القيم، يعني القيم التي يقاتل من أجلها الثوار والقيم التي تقاتل من أجلها روسيا وحزب الله الإرهابي والدول التي تدعم بشار الأسد بالمال وتمد بالسلاح وتدافع عنه إعلاميا.
طبعا القيم هنا يعني لاحظوا استخدام كلمة قيم بهذا الموضوع، أن الناس لديهم قيم وناس ليس لديهم قيم. طبعا هي بالسياق العام تقول قيم، طبعا هنا قيم القتل والذبح والإرهاب والتطرف والتهجير والتنكيل من أجل تحقيق مشروع ولاية الفقيه والولاية العامة لسفيه إيران، والمشروع الروسي بمنع قيام أي ديمقراطية على وجه الأرض، حتى لو استطاعت في أمريكا منع الديمقراطية، وتذكرون أنها حاولت اللعب في موضوع الانتخابات الأمريكية وكان هناك تحقيقا كبيرا في هذا الموضوع، والآن تتدخل في بيلاروسيا ودخلت في أوكرانيا والانقلاب مالي روسيا وطرف أساس ورئيس فيه، وكان الذين انقلبوا في مالي هم متدربون في روسيا. إذن هذه القيم الروسية، القيم الإيرانية إبادة العرب إبادة السنة، وقال في أمهات كتبهم أنه إذا قام قائمهم أي المهدي المنتظر سيعمل السيف العرب أي سيبيد العرب، وحزب الله الإرهاب المتطرف، تجارة المخدرات والحشيش الذي حول القصير إلى أكبر مزرعة للحشيش في العالم، هذه قيمهم. أما قيمنا هي قيم المساواة، قيم الحرية، قيم الديمقراطية، وتحدث عن قيم الثورة. أنا لست مهتما ولست متحدثا أو باسم أحد ولست ناطقا باسم أحد، ولا يعنيني ما فعله هذا الفصيل أو ذاك الفصيل، أتحدث عن الثورة التي كنت من أساسها وكنت في مقدمتها عندما خرجت وتركنا وقدمنا في سبيلها الغالي والنفيس تحت عنوان القيم التي تحدث عنها ميركل، قيم الحرية، قيم المساواة، قيم الديمقراطية، قيم التعددية السياسية. تذكروا التعددية السياسية وليس التعددية العرقية والقومية وهذا الكلام الفارغ الذي من شأنه أن يدمر البلاد. بالتالي نحن لم نقم على تنظيم بشار الأسد لأنه ينتمي إلى أديولوجيا معينة، وإنما كان هدفنا التحول الديمقراطي والانتقال بسوريا من مكان إلى مكان أفضل يليق بها، كما كانت عاصمة للدنيا زمن الوليد بن عبد الملك الذي حكم القارات الثلاث، من حكم حتى فرنسا من جنوب غرب فرنسا إلى جبال شرق الصين، وبما في ذلك أذربيجان وأرمينيا وحتى بعض البلاد الروسية، وطبعا طاجكستان وكل هذه المناطق. طاجكستان ما زالت مع روسيا، والشيشان وكل هؤلاء الشيشان التي يسمونها شاشة الشيشانيين. بالتالي هذه القيم التي تحدث عنها ميركل، وأضافت ميركل أن روسيا، وهنا يؤكد ما ذهبنا إليه بموضوع القيم، حيث قالت ميركل بأن روسيا لم تتردد في الاستجابة لنداء تنظيم الأسد للمساعدة، إذ جاز التعبير. هي تقول أن روسيا جاءت لمساعدة بشار الأسد إن جاز التعبير، إن جاز التعبير يعني هي غير مقتنعة أنهم جاءوا يساعدوه، يعني جاءوا للذبح والقتل. يعني عندما تقول إن جاز التعبير مساعدة، يعني هي غير مقتنعة أنهم جاءوا مساعدة، أنهم جاءوا لإبادة الشعب السوري وذبح الشعب السوري، وتعرفون تاريخ روسيا أينما حلت حل الخراب والفقر. وإذا أردت أن تعرف الحق الخير من الشر، انظر روسيا أين تقف، قف بالطرف الآخر، وتعرفون ماذا فعلت بالشيشان وبأفغانستان وحتى في أوكرانيا الأوروبية التي احتلت بعض موانئها وجزيرة القرم، شبه جزيرة القرم، وتدعم المتطرفين هناك وفي كثير من المناطق، وتعلمون تتر كيف قاموا بتهجير ملايين العائلات من المسلمين، هجروهم من الاتحاد السوفيتي. يعني تاريخ أسود ونشأة مشبوهة. ربما الموقف الوحيد لهم عندما فضحوا مخططات سايكس بيكو إبان انهيار النظام القيصري الروسي، وتعلمون إبان الرهيب، هل سمعتم عن إبان الرهيب؟ هذا قتل حتى أولاده، هذا إبان الرهيب القيصر الروسي، لم يبقى إلا أن يقتل نفسه، كان سفاع اسمه إيفان الرهيب من كثر القتل والذبح. بالتالي هي تقول إن جاز التعبير جاءت روسيا لدعم بشار الأسد، وهي غير مقتنعة بهذا الكلام. قالت عزز لنظام الأسد، عزز وضعه في سوريا بسبب روسيا. يعني تقول ميركل أن روسيا هي من أثبتت بشار الأسد في الحكم، وطبعا إيران تقول ذلك، وحزب الله الإرهاب المتطرف تكبيره يقول ذلك، ولم تحدث حتى الآن عملية سلام شاملة في البلاد، مؤكدة أنها ستستمر طوال فترة منصبها في العمل من أجل ضمان سماع أصوات النازحين داخل سوريا وخارجها، ستستمر.
طوال فترة منصبها، تنتهي بال2021 أعتقد في بداياتها، فترة منصبها في العمل من أجل ضمان سماع أصوات النازحين داخل سوريا وخارجها. طبعا هي أضافت أنه بالعام 2015 قالت سندعم الشعب السوري وسننجح. هذه المرة تحدثت بهذه الفقرة وقالت لن أكرر ما قلته، لأن هناك شركاء كثر قاموا بتغيير مواقفهم. يعني قالت أن هناك مؤامرة على الشعب السوري، بمعنى أنه أنا لن أكرر بأننا سننجح كما قلت منذ سنوات أننا سننجح، يعني سيذهب بشار الأسد وتصبح سوريا ديمقراطية. طبعا قالت هذا الكلام لأن هناك شركاء في هذه العملية السياسية، طبعا السياسيه الدوليه غيروا مواقفهم واصبحوا وكشفوا عن وجوههم انهم كانوا يدعمون بشار الاسد واباده الشعب السوري، لانهم يخافون من ان تصبح ان يتوصل الاسلاميون لما يسمونه بالاسلام السياسي الى السلطه. وهذا قاله احمد ابو الغيط عندما كان مسؤولا في وزاره الخارجيه، وزير الخارجيه ومسؤولا في وزاره الخارجيه اللي هو رئيس الجامعه العربيه، قاله للمسؤولين الامريكان ومستشار الامن القومي لجورج بوش اعتقد، قال له اذا ذهب، كان هناك فكرة بتغيير حسني مبارك وبشار الأسد، قال له هل تعتقد أن ذهاب حسني مبارك وبشار الأسد سيأتي بالديمقراطية التي ترغبون بها؟ سيأتي المتطرفون الإسلاميون. هذا رئيس الجامعة العربية، والفيديو موجود ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. إذن هذا ما جاء وما قالته السيدة ميركل. السيدة ميركل بسبب احتضان اللاجئين دفعت الكثير من رصيدها السياسي وخسرت في بعض المناطق نفوذ لها، ولكنها لم تأبه وتقول الآن طالما أنا في السلطة سأسمع صوتكم وسأسمح لكم في أن توصلوا صوتكم في الداخل والخارج. وهذا كلام موجه للسوريين طبعا. فواجب علينا أن نقول فلين دانك فراو ميركل فور انزير هيل. هذا بما يخص موضوع السيدة ميركل. أما موضوعنا الآخر وهو ما قاله حديث، سنتطرق إلى حديث السيد الدكتور نصر الحريري رئيس الائتلاف الوطني السوري في كلمته المتلفزة التي وجهها للشعب السوري منذ أيام، وأنا كنت أود مناقشتها في تلك الفترة ولكن ظروفنا هنا لا تسمح كل يوم بالظهور مع حضراتكم سادتي الكرام شباب وصبايا. طبعا اللي بيحب الآن يشارك، اللي بيحب يشارك الرابط على الصفحة خاصته له كل الاحترام، اللي بحب يشارك رابط البث له كل الاحترام، اللي ما بحب المشاركة ويكتفي بالمتابعة أيضا له كل الاحترام. نحن هدفنا توصل المعلومة أكثر بكثير، ما هدفنا هو أنه نحصل على لايكات واشتراكات. ولو أنا أردت الموضوع أنه الدعاية والشهرة، يعني تقريبا في كل اسبوع اعتذر عن لقاء تلفزيوني، في كل اسبوع اعتذر عن لقاء تلفزيوني لاسباب خاصه تتعلق بي، وفي بعض الاحيان لقناعات خاصه، بالتالي انا لا ابحث عن هذه الشهره. ويمكنكم الدخول على قناتي، ستجدون مئات المقاطع خلال 11 سنه، ربما لا يوجد محطه تلفزيونيه او صحيفه الا كتبت لها او ظهرت معها او ادليت لها بتصريح. أنا أولا أريد أن في موضوع ما قاله الدكتور نصر الحريري، أولا أريد أن أقول له شكرا دكتور نصر الحريري على هذه الخطوة وهذه الفكرة وهذه المبادرة. طبعا خطوة جيدة، تفكير مهم، التواصل مع الشباب. وتذكر دكتور نصر الحريري، أنا أحدثك كطبيب الآن وكسكرتير عام للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، خطوة مهمة وتفكير جيد أن تتواصل وأن تتواصل بهذه الطريقة. يعني بشار الأسد يسوق لنفسه كما رأيت على الدراجة الهوائية وشيء من هذا القبيل، والظهور في المطاعم من أجل أن يقول بأنه شاب، طبعا هو صار من فوق 65 ويقولون الشاب.
فكرة جيدة أن تتواصل مع شباب، والأهم من ذلك أنك ظهرت بشخصك أنت ولم تسمح لمدعو أحمد رمضان، هو دكتور أيضا، دكتور أحمد رمضان رئيس المكتب الإعلامي الذي حوله إلى دائرة إعلامية حتى يليق بمقامه. جيد أنك ظهرت ولم تسمح له، لأنه رصيده الشعبي صفر أو ناقص 10 بسبب ما يقوم به من سوتشي إلى أستانا وإيران وحزب الله وكل هذه الإشكاليات، وتعلم شقيقه أين قتل. تستغرب بماذا أنا دائما أتحدث عنه؟ لأن هذا الشخص قال بأنه لا يريد من ربي في حضن البعث، وكان الكلام موجه لي أنه هني ما بدهم من ربي في حضن البعث، وما بعرف هو مين لحتى يريد أو لا يريد في هذا الموضوع. أو على كل حال هي فكرة جيدة. ودكتور نصر، عندما ننتقدك لا ننتقدك لأنك سيد نصر الحريري أو دكتور نصر الحريري الطبيب وننتقد نجاحك، أو نحن ننتقد الصفة الاعتبارية التي تتمتع بها أنت. يعني ننتقد رئيس الائتلاف، رئيس لجنة التفاوض، لا ننتقد شخصك، وليس لنا علاقة بك ولم نعرفك، ربما أنا شاركت معك في مقابلات أو برامج تلفزيونية أو شيء من هذا القبيل، لا أعرف إذا كنا في مؤتمر ما، ولكن في الحوارات التلفزيونية هذه علاقتي بك، بالتالي أنا لا أنتقدك بصفتك الشخصية، أنتقد صفتك الاعتبارية وهي الرئيس أو سكرتير. أنا أفضل كلمة سكرتير لأن أصلا الأمم المتحدة غوتيريش هو سكرتير الأمم المتحدة وليس رئيس الأمم المتحدة، وهو أعلى منصب من الائتلاف، وهو الذي أعطى أيضا الائتلاف شرعياته من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالتالي أرجو أن يكون كلامي واضحا فيما يتعلق بشخصكم. ألا بيطلع الواحد يقول لك عم تطبل، أنا أقولها، أنا ليس لي أي علاقة لا بالائتلاف ولا بلجان الائتلاف ولا بمكاتب الائتلاف ولا بأي تنظيم أو شيء، أنا رجل مستقل كاتب وباحث وصاحب المركز العربي الأوروبي للدراسات، ليس له أي تمويل، معظمه بجهد الأشخاص والناشطين الذين يعملون معنا وشركائنا في العمل، ولا نحصل على أي تمويل من أي جهة على وجه الأرض. بالتالي حتى ما نخرج من هذا الموضوع، وأنا لست مرتبطا بتركيا، لا بيقول لك واحد مثل ما بيحكي بيقول لك المشغلين والأتراك، هو حذاءه أمريكي وتيابه أمريكي ولسانه أمريكي وبندقيته أمريكي والرصاص بالبندقية أمريكي والحراس اللي حارسينه أمريكان، ولولا الأمريكان لما بقي ساعة واحدة على أرضنا في الجمهورية العربية السورية. بالتالي دكتور نصر، شكرا لك لأنك أجبت على معظم التساؤلات التي طرحتها رحناها فيما سبق من في حلقات سابقة بخصوص عمل الائتلاف وبخصوص الإشكاليات التي تدار حولكم. وتعلم يقينا الدكتور نصر أنه كلما ذكر الائتلاف واللجان يذكر معه الفساد وكل هذه الإشكاليات والتشكيك والتخوين، وهناك أطراف يستحقون أو عليهم علامات استفهام كثيرة، وتعلم حجم الاختلاسات التي تمت في الائتلاف، ولا تستطيع لا أنا ولا أنت ولا أحد أن ينكر هذه الاختلاسات، وبعضهم الآن أصبح يريد أن يصبح زعيما بالأموال التي سرقها من الائتلاف ويدعم بها العصابات الإرهابية المتطرفة المسماة بسوريا الديمقراطية أو قسم. بالتالي دكتور، جيد أن تتحدث عن تمكين المرأة، جيد أن تتحدث عن تمكين الشباب، جيد أن تضع الناس في صورة وصدد وإطار ما تقومون به من عمل ونشاطات، جيد الحديث عن المكاتب التي تحدثت عن إنشائها، هذا جميل من الناحية، يعني هذا البيان الصحفي أو تقرير الصحفي لعمل الائتلاف، طبعا المفروض بالحكومات وشيء من هذا القبيل المتحدث الإعلامي أو وزير الإعلام هو الذي يقوم بهذا الدور، ولكن على اعتبار أن رئيس الدائرة الإعلامية خاصتكم أحمد رمضان هو أكبر من ذلك، لأنه هو مبدو من ربي في حضن البعث، اللي حتى أنت دكتور نصر يعني أنت ربيت في حضن البعث، إذا بتذكر ما بعرف أنت مواليد 65 أو شيء من هذا القبيل أو سبعينات ما بعرف شو مواليدك، المهم أنت إذا مواليدك بعد 63 أو من الستينات أو فوق الستين، فأحمد رمضان يبشرك أنه لا يريدك، هذا الكلام قاله لي شخصيا في فندق الفيرمونت في القاهرة، وكان معي 12 شخص وقلت له سأتحدث في هذا في الإعلام، قال افعل ما تريد. وانت تحدثت عن تمكين الخبرات والكفاءات واختيار الناس حسب الخبرات، ورئيس مكتبك الاعلامي وهو مكتب اعلامي متحدث فقط باسم المكتب الائتلاف احمد رمضان، قال ايضا قال لي بشكل شخصي وامام الناس
كنا وقتها في مركز لندن للاستراتيجيات، ندرس الاعلام في مركز لندن للاستراتيجيات الاعلاميه الفعاله تابع للندن، مركز مهم، ولكن اكتشفنا انه هو بالاخير تابع لاحمد رمضان بشكل من الاشكال، او ربما يملكه وهو عراب هذه الصفقات مع الائتلاف. يعني هو كان يعمل بالائتلاف ويأخذ والمقاول عند الائتلاف، وهذا فساد واضح يجب ان يحاكم عليه، لانه شوف حتى بقانون بشار الاسد انه انت كمهندس ما بحق لك تكون متعهد بنفس الوقت، او انت مهندس مشرف ما بحق لك تكون مهندس في الاستلام. يعني هذا خلاف، يعني هذا جريمه يحاسب عليه، وانا اتمنى تحاسبه على هذا الموضوع. وتسال لي اياه انه ليش حول المكتب الاعلامي الى دائره اعلاميه، والدائره تعرف انت بعتقد كنت مسؤول او مسؤول اداري او شيء بالمستشفى او رئيس قسم، بالتالي بتعرف انت انه الشعبي هي تتبع للدائره، والدائره فيها عده شعب وعده مكاتب وعده موظفين، فبالتالي عندما حولوا من مكتب اعلامي الى دائره اعلاميه فبالتالي لازم يكون زادوا الموظفين. السؤال ما هي انجازاته من يومها حتى الان، غير انه يطلع على التلفزيون مثل ما طلعنا على التلفزيون، حتى انا عندي اطلالات بالتلفزيون اكثر منه في المحطات التلفزيونية، وربما وجودي بعيدا عن الاستوديوهات، يعني أنا بيطلبوا مني أن أكون متواجد بالاستوديوهات في برلين، ولكن تكل في غالي بالنسبة لي ومسافي بعيد. يعني حتى أنت في برلين تحتاج ساعتين وساعتين ونص، وبتعرف أنت في أوروبا الوقت مش على كيفك، يعني مش متاح مثل القاهرة. يعني بالقاهرة كان أمامنا فرصة نروح ونجي بالليل بالنهار، هم في ألمانيا كله محسوب على حتى الإفطار بالتوقيت، بالتالي هذا السبب ابتعدنا في بعض الأحيان عن الظهور في استوديوهات من برلين. إذن عندما قام بتغيير المكتب الإعلامي، تتحدث عن تمكين الشباب، هو قال لي أنه لا يريد من ربي في حضن البعث، يعني أنا وأنت من تربية حضن البعث ومجزات حركة الصحية، أصلا أنا وأنت دكتور ونحن درسنا بالجامعات البعث كما يقولون. يعني أحد المخابرات، عناصر المخابرات عندما اعتقلوني في الطريق إلى الأمن العسكري في حمص ومن ثم إلى دمشق، قال لي أنت ما درست جامعة في الجامعات اللي أسسها السيد الرئيس، وانت موظف في شركات السيد الرئيس، بالتالي يعني لانه انت من مجزات الحركه التصحيحيه، فبالتالي هو ما بده ايانا. طب انت تحدثت عن الخبرات والاداره، هو قال لي ان شخص واحد يعمل في الامارات لمده سنه هي كافيه عن 20 سنه او 15 سنه او 20 سنه التي هي خبرتنا. وانا كنت يوم اتحدث عن السفير العمادي، اعتقد العمادي كان في سفراء منشقين وتخلوا عن النظام، كنت اتحدث عنه واتحدث عن نفسي، يعني انا ولا مره من المرات طلبت ان اكون في الائتلاف لانه عملي كمستقل هو افضل لي، وانا طموحاتي السياسيه انا لا اخفي طموحاتي، انا لدي طموحات سياسيه لا اخفيها ولا انكرها ولا اتخلى عن مبادئي. يعني انا عندما انتقد العصابات الارهابيه المتطرفه تبع السوريه الديمقراطيه اخسر ناخبين واخسر اصوات انتخابيه، ولكن مبادئي وثوابتي، انت تتحدث عن الرؤى والثوابت، مبادئي وثوابتي الوطنيه اهم من انه اخسر في انتخابات او يرضى عني فلان او فلان، او لا لن يرضوا عنك، لن ترضى عنك سوريه الديمقراطيه حتى تعترف بكرديتهم وقوميتهم المزعومه التي لا يستطيعون اثباتها. وانا ما زلت منذ سنوات اتحداهم ان يثبتوا، هني بيشتموني وبيسبوني وانا احضر الوثائق والأدلة أتحدهم أن يثبتوا أن لديهم قومية وأنهم عرق واحد أو أن لديهم تاريخ، وأنا كنقاش علمي يعني يحضر وثيقة وأنا أحضر وثيقة، أنا ما عم انتقص منه، أنا عم أحكي وقائع تاريخية ما قاله العلماء والباحثون، وسبوني شتموني ما انتخبوني ما رشحوني، هذا لا يعنيني بشيء، بالنتيجة هني 7% وفي سوريا كلها 7% وهني في الحسكة يعني أقلية حتى. يعني أخلي حتى لو كانوا 27% ف 73% الباقي هي مش من العصابات سوريا الديمقراطية، ومو بس يعني الأكراد 27% كل محافظة حسكة وشمال سوريا شمال شرق سوريا، بس سوريا الديمقراطية كان 1% من 27%، لأنه في عندك رابطة المستقلين الكرد اللي هي ضده، وهلا بعرض لك شو حكوا، وعندك مثلا الائتلاف الوطني الكردي، وانا اتحفظ على هذه الكلمه انه ائتلاف وطني كردي سوري، ما بعرف هي سوريا ائتلاف سوري ولا ائتلاف وطني كردي، ونحن ضد هذا، سوريا هي وطن السوريين وليست وطن لمكونات، وانت اخطات بذكر هذه الكلمه. اذا خطوه مهمه، ولكن انا لفتني اكثر شيء بموضوعك بحديثك هو توصيفك لبي واي دي. قال الدكتور الحريري، تحدث الدكتور الحريري حول الممارسات التي تقوم بها
عصابات تنظيم بي واي دي الإرهابية سماها بي واي دي. طبعا البي واي دي يا شباب، يا شباب يا صبايا يا اصدقاء، بي واي دي هن الاسم الحقيقي لتنظيم سوريا الديمقراطية. هن ما سموا نفسهم سوريا الديمقراطية لانه مقتنعين بالديمقراطية، وشايفين ممارسات الارهاب وقتل العشائر، قطعوا الكهرباء عن مولدات المياه، محطات المياه، ثم خرجوا للعالم يتباكون بان تركيا والجيش الوطني يقوم بقطع الكهرباء عن قطع المياه عنهم. هن قطعوا الكهرباء عن المولدات. يعني جماعة تاريخ أسود من الغدر والخيانة. تحدث دائما الحديث يخص تنظيم سوريا الديمقراطية بي واي دي التي تم تغيير اسمها بناء على طلب وأمر من الجنرال الأمريكي بالصوت والصورة، لا أحد يستطيع أن ينكر. يعني لا أتحدث مثل بقية هؤلاء الأوباش الذين الطبالين وأبواق البككة الذين يسمونهم بأقوى قوة موجودة على الأرض، والآن سأثبت لكم أن أفشل قوة موجودة على الأرض وأنما تقوم به أمريكا الآن هو لإنقاذهم، لأنه أيقنت أمريكا أن هؤلاء لا مستقبل لهم في سوريا، وسأثبت لكم بالأدلة. إذا هم غيروا اسمهم لسوريا الديمقراطية بناء على التوجيهات الأمريكية. إذا من الجيد ومن المهم أن يقوم الدكتور رئيس الائتلاف الوطني المفروض الوطني من كل السوريين بوصفهم بتسميتهم الحقيقية بي واي دي، وقال الإرهابية، وهذا الكلام موجود على الائتلاف. يعني إذا أنتم بتحبوا عشان ما حدا يزايد علينا، أنا فيني أجيب لكم إياها مباشرة. هنا جيب لك إياها إن شاء الله من ال. أوكي. ال. راح اجيب لك انا البيان اللي نشره الائتلاف بنفسه بشكل مباشر. اوكي بس سامحوني لانه انا عم اشتغل معد ومخرج ومقدم ومدير اضاءه وكل هذه الاشياء عم اشتغلها بنفسي، لذلك سامحوني في بعض الأحيان قد أتأخر على حضراتكم سادتي الكرام في عرض بعض الأشياء أمام حضراتكم. كما هو ظاهر أمام حضراتكم الآن، وأنا أقرأ لكم ما ورد، يعني عشان بدي يسب علينا يشوف ما قاله السيد نصر الحريري في هذا السياق. طبعا أنا قبل أن أتحدث في هذا الموضوع أو سأتحدث في هذا الموضوع أعود إلى نقاطه. تحدث الحريري هنا في هذا المكان بهذول النقطتين الأساسيتين، تحدث الحريري حول الممارسات التي تقوم بها ميليشيا بي واي دي، طبعا الإرهابية المتطرفة، والمفروض قول تنظيم لأنه هني تنظيم إرهابي مثل داعش الإرهابية، ابتداء بتغيير المناهج إلى اغتيار رموز العشائر المتواجدة في المنطقة وإصدار ما يسمى بالقانون رقم 7 من أجل سلب أملاك النازحين والمهجرين، إضافة إلى عقد الاتفاقيات من أجل استثمار وبيع النفط في محاولة لسلب ثروات البلد. وأكد الحريري أن تلك الإجراءات التي قام بها تنظيم بي واي دي الإرهاب المتطرف باطلة ومرفوضة وغير شرعية، لافتا إلى أن الائتلاف الوطني تواصل بذلك الخصوص مع الأطراف الدولية وقدم مذكرات وشكاوى بهذا الخصوص وعلى العملية السياسية لسه عبر المجتمع الدولي نظام خل حريري الائتلاف الوطني. أنا يكفي هذه الفكرة سنناقش. سنناقش هذه الفكرة
الآن ما قاله السيد الحريري. طبعا جيد دكتور نصر حريري، أعجبني منك هذا الموقف، والبعض يقول أنت بيعجبك أي شيء، لأنه أنا أعتبر أن هذا التنظيم هو أكبر خطر يهدد الوجود العربي السوري والكيان العربي السوري في المنطقة، هو هؤلاء الإرهابيين المتطرفين القادمين من جبال قنديل. وهو قال على فكرة، هو قال بالفيديو، قال معظمهم خارج المانو السوريين أصلا، وهي حقيقة 90% من قاتلين بتنظيم سوريا الديمقراطية أو 80% منهم خارج من خارج سوريا، وفيديوهات منشورة يعني ما حد بيستطيع يكذب. وللأسف الشديد أنه أبناء العشائر العربية موجودين بسوريا الديمقراطية بتوجيهات من ما يسمى بأحمد الجربة وتيار أحمد الجربة موجودين. لو خرجت القبائل العربية من تنظيم قصد لسقط سقوطا مدويا، ولما استطاعت أمريكا دعم هذا الموضوع. إذن أنت تحدثت عن مذكرات، أنا طلبتهم يا دكتور، وأنا بتوقع هذا الكلام كله رد على تساؤلات، يعني أنا أكثر الناس الذي طرح هذه التساؤلات سواء بالصحافة أو في الإعلام أو في هنا مقدمتي، وأنا بشكرك على الإجابة وبشكرك على الفكرة أنك تعمل هذا الحوار، خطوة جيدة. وأنا كخبير في الإعلام الجديد يعني اختصاصك التكنولوجيا معلومات ودبلوم الوطن العالي في المعلومات والتطبيقات في الإدارة ودراسة الإعلام ودراسة المنزعات التجارية الدولية، يعني هذا مجال عملي، وهذه فكرة جيدة في التسويق السياسي حتى والتسويق الإعلامي، يعني خطوة مهمة. والآن أنتم، وأنا كتبت مقال في عام 2012 في قناة العربية على موقع العربية، متى تخاطب المعارضة المجتمع الدولي باللغة التي يفهمها، وهذول العصابات سوريا الديمقراطية خاطبوا الناس باللغة اللي هم بيحبوها، يعني يتحدثوا لك عن المرأة وعن الشباب وعن الكذا. يعني سأخوض، بعرف أنه بدي أطول بس بدي أحكي بكل النقاط أو ربما في حلقة أخرى، ولكن جيد هذه الفكرة دكتور نصر حريري، سواء كانت من بنيات أفكارك أم شخص اطلع عليك بهذه خطة جيدة، ولو استشرتني لأشرت عليك بهذه الخطة وأشرت عليكم بتطوير العمل الإعلامي، لأنه عملتم من إعلام صفر، وكل ما فعله أحمد رمضان الذي لا يريد من ربي في حضن البعث هو أن حول المتحدث الإعلامي أو المكتب الإعلامي إلى دائرة إعلامية حتى يظهر في التلفزيون ويقول انه رئيس دائره وليس رئيس مكتب، وهو متحدث وليس اكثر من ذلك. يعني انا فتت على موقعكم على الانترنت دكتور بتمنى انت السكرتير العام، وهو موظف عندكم انت بالنتيجه، انت الرئيس تبعه او المدير العام تبعه السكرتير العام تبعه، بالتالي انا فتت على الموقع خاصتكم، هذا الموقع اللي كنت انا اعرض عليه والان ساعرضه لك مره اخرى لشوف الكلمه اللي انت القيتها موجوده على الموقع، فلم اجدها لحد لتاني يوم لحتى فرغوها. وانت طبعا وقت اللي عندما خرجت وتحدثت الناس المفروض انك منسق مع مكتبك الاعلامي، يعني المفروض المكتب الاعلامي والمكتب السياسي اللي عندكم انت السكرتير العام، يعني انا بفهم عملتوا في مناصب عده في مراكز عده في الاداره، او حتى الوزير هو مدير عام بالاخير، الوزير هو يدير العمل، وانت كمدير للعمل بعرف انه المكتب السياسي بيقدم لك تقرير، المكتب الحقوقي بيقدم تقرير، المكتب الصحفي والاعلامي بيقدم تقرير باهم ما قالته الصحف، ما جاء الصحف بس تحدثنا شكون ماذا قيل في الإعلام، هذا مهمته، مهمته لأحمد رمضان يقرأ كل الصحف والمواقع الإنترنت، هو عنده دائرة، يعني دائرة فيها 10-15 موظف وما بعرف كم مرتباته عشان تليق بمقامه كما ذكرنا، بالتالي هني بيقدموا لك التقارير. طيب انت وقت اللي طلعت عندما قررت ان تخرج للناس بهذا الفيديو كان المفروض انه هذا الكلام يكون موجود على الموقع، لانه انت جهزت وصورت ومنتجت ربما، لانه شايف انا عندك اضاءه جيده، لانه الان شايف مع المخرج، طبعا الكاميرا عندي انا محاول خفض دقه الكاميرا عندي عشان سرعه البث الاوتبوت يكون الخروج الجيد، لانه الناس كلها ما بتقينا تشوف الدقه الريزوليوشن بشكل جيد. انا عندي 1080 1920 1080 و60 اطار في الثاني لالتقاط الصوره، بالتالي الدقه جيده، ويعني مو خطا مني بس المعدات تبع الكمبيوتر هي اللي بتتحكم فيك، يعني البث مو هو فقط انك تجلس وراء الكرسي، البث التقنيا حقيقه باختصاصك التكنولوجيا او كاعلام وشيء، يعني هون بتتحكم فيك كارت الشاشة النافيديا مثلا، قوة كارت الشاشة عشان ما يأخذ من الزواكر المعالج، حجم الزواكر اللي عندك، نوع المعالج الخاص بالكمبيوتر، الكاميرا، نوع الكاميرا، دقة الكاميرا كم الإخراجات، وبالتالي هاي العملية الفيزيائية والخوارزميات اللي بتصير كلياتها هي بتتحكم بالدقة، وأهم من هذا كله سرعة الإنترنت، لأنه الموضوع البث بيتعلق بسرعة الإنترنت كدرجة أولى، يعني سرعة الإنترنت عندك هي
يعني انا سرعه الانترنت عندي 100 ميجا بايت، وحتى سرعه الداونلود والابلود حوالي 35، وما هيك عم بث بدقه اقل من هاي السرعه حتى تتناسب مع اجهزتكم، لانه انا بشوف انتم الاجهزه اللي عندكم والانترنت اللي عندكم شو سرعته. وانا بقول للشباب يعني فيكم انتم تتحكموا بدقه الشاشه، في دقه الشاشه عندكم وسرعه الانترنت عندكم من خلال الفيسبوك نفسه. يعني اذا بدكم انا ممكن الان اعرض لكم، بس بدنا نتلبك ان اعرض لكم اعرض لكم الشاشه تبع الفيسبوك، ما بعرف اذا هاي اعتقد من هنا، ما بعرف هذا انا، لانه هذا البث في عندكم مسنن زي هذا اللي انا عم بكبس عليه اسمه الاعدادات، بتضغط عليه كده ليك بيطلع لك هون، شايف بيطلع لك انا حاططها على اضعف عشان تاخذ دقه اضعف عشان ما تاثر على الانترنت والزواكر اللي عندي. فيك تختار انت ليك عندك اتش دي تلقائي، الاتش دي ال 720 وعندك ال 480 وعندك ال 300، افضل شيء تاخذ 360 اذا كان الانترنت عندك ال 480 جيده، ال 360 جيده، ال 240 لك انا حاططها، يعني الصوره اللي انا عم اتفرج عليها الان 240 ما شايفينها، وفيني اصغرها لل 144 عشان استفيد من الانترنت في نسيت انا اعرض لكم راح طيب راح اورجيك كيف فيك تختار انت الدقه مشان الشباب اللي بيحكونا. شايفين انتم الشاشه اللي ظاهره امامكم باللون الاسود، او اذا بدكم خليها تكون بهاي الجهه. هنا اخذين نحن التقاط، بدنا ناخذ الثاني نصر الحريري التقاط ما في. اوكي طيب فيك تدخل على هاي الاعدادات اللي هي موجوده على المسنن، هذا المسنن شايفين حد الميكروفون في هنا مسنن على صفحه، طبعا هي ما بتظهر صفحتكم بهي الطريقه، على المسنن هنا بتكبس على الاعدادات، وقت بتكبس على الاعدادات بتطلع لك الاعدادات هنا الجوده او فوقيتها مباشره، انتم بتطلع عندكم فوقيتها مباشره، بتختار انت الدقه اللي بتناسبك عشان تقدر تستوعب الانترنت، مو مثل ما في واحد بيطلع بيقول لكم ما فيك تتحكم بهذا الموضوع، لا فيك تحكم فيه بدقة الفيديو وسرعته من هاي الدقة بهذا الموضوع. نعود إلى موضوعنا الأساس، هو موضوع طيب جيد دكتور، بس أنا عم أقول شغلي أنه أنت حكيت على كل هاي التطورات، أنا دخلت على موقعك على الإنترنت وأنت عندك مكتب إعلامي، لم أجد هذا إلا في اليوم التالي، وهذا يعني عندك دائرة إعلامية، يعني هذا شخص واحد 3 دقائق بيفرغ كل الكلام اللي انت قلته على الموضوع. الامر الاخر، انت تحدثت عن اختيار نخب وكفاءات وشيء من هذا القبيل في بعض المكاتب، طبعا ما بعرف مين الموجود هنا ببرلين كممثل للائتلاف، وما بعرف ما هو انت قلته الكفاءه وكذا، بس انت ما شرحت لي، يعني انت قلت كلام صحفي او كلام نظري، انا اعتبر نفسي رجل دولي ولدي خبرات واسعه في هذا المجال وعملت في عده دول او شيء، وانا مدير المركز العربي الاوروبي للدراسات من عبد لله طبعا ميسر بكون، بالتالي انا اريد ان افهم ما هي المعايير، يعني قلت الكفاءه والكذا هذا كلام عادي اي انسان بيقوله، بس انا يعني بتمنى وهذا تقصير منكم، يعني تتحدث عن تطوير العمل، طبعا ما فيك تقوم بكل شيء بساعه بفهم هذا الكلام، ولكن انا عم بعطيك ملاحظه الان، انا دخلت على موقعكم على الانترنت، واذا بتحب انا الان بعرض امام حضرتك يا دكتور دكتور نصر بكل احترام، هلا بيطلع واحد بيقول ليش انت عم تقول دكتور نصر، انا عم بقول دكتور نصر لانه هي اسمها اداب عامي وهذا ادب الحديث، اسمها اداب عامي وهكذا يجب ان نتحدث، وانا لا عم طب الا نصر حريري ولا فكرت تكون يوما من الايام بالائتلاف ولا خطر على بالي هذا الموضوع ولا شيء، وهني والتنظيمات يعني الفئه المسيطره على الائتلاف الفئه الاخوة لا تريدني على الاطلاق ولن تسمح لي بازور في هذا النظر، بالتالي انا بدي احكيك هنا يا دكتور نصر، يعني تتحدث عن تطوير العمل وتطوير الامور كذا، اول شيء انا قلت لك انه انا دخلت على الموقع تبعكم باليوم الاول لم اجد الكلمه خاصتك بعد ما انت نشرت وصلت على التلفزيون واستنيت حتى الساعات مطول يعني حتى نهايه الليل ولم تظهر كلمتك على الموقع، ولا الكلمه اليوتيوب ولا الكلمه المكتوبه، يعني المفروض اليوتيوب انت رئيس سكرتير عام للائتلاف المفروض تتفرغ كلمتك، وانت حضرته لهي الكلمه
من قبل قلت لك انت كرئيس سكرتير الائتلاف، سكرتير العام للائتلاف، كسكرتير العام للامم المتحده عشان ما تفكر انها منطقه اسمها قدرك. المفروض المكتب الاعلامي والمكتب السياسي والمكتب كل الحقوق قدموا لك هاي المعلومات، ولجنه التفاوض قدمت لك المعلومات، والحكومه المؤقته اعطتك معلومات وقد حكيت فيها وصورت هذا الفيديو، ومثل ما ظهر بالفيديو يعني تعبانين عليه بس ما فرغوا لك اياه بالصفحه لليوم الثاني. الامر الاخر يعني حتى الان شوف، حتى الان هذا رئيس الدائره الاعلاميه عندها، وهذا كلام لرئيس الدائره الاعلاميه مش المكتب الاعلامي والمتحدث الاعلامي. طيب هاي كلمتك موجود، مش هاي كلمتك، مش هاي صورتك، رئيس الائتلاف الوطني يوجه كلمه الشعب السوري، اوكي طيب هاي كلمتك. طيب انا عم حاول بمشاهده الكلمه لرئيس الائتلاف الوطني اضغط هنا، يعني هو حضرته، لماذا لم تضع يعني الكلمة هنا بهذا المكان، يعني هون بهاي العسكرية الدموي، الحل العسكري الدموي، لماذا لم يضع هنا اليوتيوب خاصته؟ يعني ما في حطه، أنا بعلمه هلا أمامك، بعلمه كيف بحطه هلا، بشرح له لرئيس الائتلاف كيف بنزله. ليش بدي انا اضغط على رابط مثلا وروح على اليوتيوب او كذا واتفرج عليه؟ ما حطه هون مباشره يعني. انا اليوتيوبات، هذا اليوتيوب هلا عندي مفرغ، وانا بالموقع تبعنا المركز العربي الاوروبي للدراسات مباشره ماني بشغله، مباشره بنزل اليوتيوب هون بالنص، يعني بكتب قال فلان فلانه تحدثنا بكذا، بحط اليوتيوب بالنص. يعني هي ناحيه تقنيه ربما لها علاقه بالتصميم، بس انت عم تدفع ملايين، يعني عم تدفع ملايين، وزمانكم قادرين تديروا، انا بدير لكم اياه، ابعثوا لي انا بدير لكم هذا الموقع. هذا يعني انا من اختصاصي بالدراسه هو تصميم المواقع، اداره المواقع والاداره الالكترونيه والتجاره الالكترونيه، ودرسنا بالمشروع الالماني اللي كانت مولته المانيا لتطوير الاداره في محافظه حمص، ويوم اللي اعتقلوني كنت موجود بمؤتمر او باجتماع للالماني المؤول من المانيا لتطوير الاداره. بالتالي يمكن تطويره، هذا عمل اخر. العمل الاخر يعني انا دخلت من هذا الصفحه الرئيسيه، بتحكي على تطوير، عم بحكيك على احمد رمضان، مش هاي الصفحه الرئيسيه خاصتكم. يعني انا حاولت ادور على الكلام اللي انت قلته عن تمكين الشباب والمراه وكذا، جيد انك تحكي اوروبا نحن بنمكن الشباب وكذا، ما عرف شو الائتلاف الوطني يفتح ثلاثه مكاتب في ريف حلب لشؤون المراه والشباب وشؤون، جيد اليوم يعني هاي ما بقينا ناشرينها اليوم. يعني انا هذا اللي بدي احكيه، انه انت حكيت على مكاتب، وربما بدي اشوف تاريخ النشر، بس لحتى اشوف تاريخ النشر لحتى اعرف اذا انا سابق لكلامي او بعد كلامي. سبتمبر ايلول يعني اليوم المفروض ناشرين اليوم، يعني تصور اني ناشرين اليوم، ناشرين هذا الكلام يعني اليوم 2 سبتمبر لك امامي، ماشي هاي 2 سبتمبر ناشرين هاي الموضوع، مع انك اتصل لك 3 ايام حاكي بهذا الموضوع، المفروض يكون هذا الموضوع يا دكتور نصر موجود على الانترنت، عشان نحن انا كرجل دولي اقول لك، وكباحث وكمختص مباشره فتحت على الموقع تبعكم لك وافتح لك اياه، وحاولت اقرا الكلام اللي انت عم تقوله وجوده على الموقع، يعني حاولت اشوف هذا الكلام، شوف مين السفير الائتلاف بالمانيا، ما وجدت، فتت على الهياكل هنا رئيس الائتلاف والامين، وما شو ما لقيت المرئيات، حتى هنا بالمرئيات ما لقيت لها. المؤتمرات الصحفيه مثلا بدي اشوف المؤتمر الصحفي نزلوا لك اياه لهذا الفيديو اللي انت كنت عم تحكي فيه مثلا، لانه ما في شيء. المؤتمرات الصحفيه، المؤتمرات الصحفيه فارغه ولا بدها نص ساعه لتفتح ولا شو؟ يعني تصور هلا يكون هذا، لانه نحن ما لنا في عنق الزجاجي الان بنسميه بالمعلومات عنق الزجاجي لحتى يوقف، يعني ما في شيء. المؤتمرات الصحفيه فيديو غراف سوريا ما فيديو غراف سوريا، الائتلاف الوطني يلتقي مجموعة من الأحزاب، يعني حتى هم بالفيديو غراف مش منزلين لك الفيديو تبعك اللي انت حكيته، هذا رئيس الدائرة الإعلامية اللي عندك، هذا مسؤول عنه، ماشي. أنا حاولت فوت على الموقع حتى شوف منهم الأشخاص اللي انتوا عينتوها وشو الخبرات اللي وخلفيتهم. طبعا هي أكيد يعني كل الناس، أنا أقول كل الناس أفقه من ميسرة، وكل الناس بتفهم أكثر من ميسرة، لا تفكروا أنا عم نظر عليك، أنا أقول كل الناس أفقه من ميسرة، كما قال سيدي وقدوتي عمر بن الخطاب قال كل الناس أفقه من عمر، وأنا أقول كل الناس أفهم من ميسرة، ولكن أنا لي رأي أقول. بالتالي دكتور نصر، يعني الكلام اللي انت قلته الفكره جيده، ولكن انا عم بفوت على الموقع اللي عندك ما عم بلاقي شيء، يعني حتى الكلمه تبعتك ليك تصور هاي، انا اللي كنت هاي محضر، انا على فكره كنت بحكي ثاني يوم، يعني بعد يومين لحتى تذكروا انه يحكوا على فتح مكاتب. طيب ونحن دورنا على مين هو سفيرنا في برلين، طيب نروح نسلم عليه،
ماشي، بجوز يكون رفيقنا او صاحبنا او ملتقين في مكان ما، ما بعرف صراحه. وانا عندما تعرضت لمحاوله قتل يا دكتور نصر حريري ما شفت الائتلاف، وانحكى هذا الموضوع بالتلفزيون وبالصحافه، كل الدنيا تحدثت في هذا الموضوع، والامن الجنائي والشرطه وكل التحقيقات جارت. تعرضت لمحاوله قتل من الارهابيين تبعين حزب العمال الكردستاني سوريا الديمقراطيه، يعني هني وقت اللي هجم عليك كانوا بيقولوا انه انت الاكراد سوف ينتقمون من هذا الكلام، ما بدي احكي لانه في تحقيق وفي الجنائيه وفي محاكم الامور وتم ملاحقه هؤلاء الاشخاص. ما شفت حدا من الائتلاف يعني حكى او ما سمعنا بالائتلاف. يعني انا عندما كنت في القاهره وكان الاستاذ احمد معاذ الخطيب كان رئيس الائتلاف، اعتقد انا كنت في القاهره عندما تم اعتقال بعض الطبيبات في مدينه 6 اكتوبر، ورحنا انا يعني انا تصرفت وحكيت مع الوي وكذا وما شو. المهم طلعناهم، اجى الدكتور احمد معاذ الخطيب بعث لنا حدا وبعث حتى الفلوس الكفاله وتواصل معنا وكذا، يوم 6 اكتوبر بال 2013 بين كذا. المهم يعني تصرفنا عندما تم اعتقال اشخاص من الاسكندريه، وكان بايام عدلي منصور. يعني انا ظهرت في الاعلام في قناه العربيه والعربيه الحدث والحدث المصري مع محمود دورواري، وحكيت للسفير الموجود الان في بريطانيا كان متواصل، كان متحدث باسم الخارجيه وكان بوزاره الخارجيه الان صار سفيرهم ببريطانيا، تحدثت معه ونشدت الرئيس عدلي منصور واخرجنا الناس. وكان في حدا بالائتلاف اللي انت عامل اللي انت موجه له الكلمه اللي قلته عنه، هذول فعاليات المصريين واحد منهم هو اجوا وسلموا علينا وحكوا معنا وكذا، وناس شكرونا بهذا الموضوع وتواصلوا معنا. انا تعرضت لمحاوله قتل ما سمعت بالائتلاف اللي عندكم هون، وانا ما بدي منه شيء، يعني انا بحياتي ما اخذت منكم شيء ولا حبيت ولا كنت طرف منكم، وبعرف انه الجهه المسيطره على الائتلاف لن اسمح لي بان اكون. طبعا هني ان استطاعوا ان لا يسمحوا لن يسمحوا، بس انما بستعدهم انا ما بفكر بهذا الموضوع. اذا يا دكتور فيصل انت حكيت الان عم ابحث على المواضيع اللي انت حكيت عنها عن الدوائر، عن شوف شو هي الخلفيات كباحث وكمختص وكرجل دولي وعملت في الدولي وفي عده وفي عده اماكن وفي دراسات، ما وجدت شيء ولا عرفت انا شو هي المعايير اللي انت اخترتها على اساسها المكاتب الاعلاميه. والامر الاخر يا دكتور نصر، وهي خطوه جيده، وهي على فكره هي الخطوه اللي لم تخترعها الغرب ولا بتخترع اوروبا ولا بيخترع العالم، اخترعها سيدنا عمر بن الخطاب يا دكتور نصر الحريري. سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي اخترع هاي الفكره، انه اظهار السرية المصرفية، بسموها اليوم إظهار السرية المصرفية لكم. هاي عمر بن الخطاب اللي وضع هذا القانون، مش أوروبا. عمر بن الخطاب كان عندما يعينه للوزير أو المسؤول أو الحاكم يقول له سجل شو عنده أم لا. طيب أنت لو طلعت الآن على الإعلام وقلت أنا الدكتور نصر الحريري، بكل احترام أنا الدكتور نصر الحريري السكرتير، وقول السكرتير العام للائتلاف الوطني وليس رئيسا، للعالم كرهت كلمة الرئيس، السكرتير العام للائتلاف الوطني، وقلت لك كلمة سكرتير مثل سكرتير الأمم المتحدة يعني غوتيريش، أنا السكرتير العام للائتلاف، جئت بانتخابات وفزت بهذا المنصب بغض النظر عن الانتخابات والتحالفات واللي بيصير في هذا الموضوع. انا اعيش في المكان الفلاني في الشقه الفلانيه، الائتلاف الوطني يقدم لي اجار منزل مبلغ قدره كذا، وسياره نوع كذا، المصروف المخصص لها لازم يكون في مصروف مخصص لها قدره كذا، انا مرتبه كذا وحقك تاخذ مرتب كمتفرغ للعمل السياسي. انا ما لد... يعني حتى الخليفه ابو بكر وعمر الصحابي فرغوا له الرواتب حتى يديروا شؤون الناس ويتواصلوا، وانا باخذ تعويضات سفر مبلغ كذا، وانا بسافر على بعمل ندوات ومؤتمرات وكذا من اجل المصلحه العامه، باخذ تعويضات سفر من هناك، بس ما كل يوم يكون عندكم مؤتمرات، يعني كل يوم يكون عندكم اذن سفر، بالتالي يكون اذونات سفر اكثر من مرتبات. قال الناس وقول لهم انا راتبي كذا وانا وحقك تاخذ راتب، ما حدا ضدك، بس هناك كم الراتب وهل يتناسب الراتب اللي انت بتاخذه مع العيش اللي انت عايشه والسياره؟ وقول انا املك كذا، انا من بيت الحريره وبيت حريره عائله مرموقه وكان لدي ملايين وكذا، وانا من باجي يعني انا اقول على الهواء انا لم اتقاضى اي مبلغ من اي جهه على وجه الارض في هذا العالم. يعني هناك اشخاص ساعدوني في فتره من الفترات بصفتهم الشخصيه، وليس لا بائتلاف ولا غير ائتلاف ولا احزاب ولا منظمات ولا شيء من هذا القبيل. بالتالي اطلع وقول انا عم نقبض حتى يكون تزيد مصداقيتك عند الناس، وارجع اكد على شغلي يا استاذ يا دكتور نصر حريري، طالما مصلحتك هي المصلحه الوطنيه، انت كشخص قل له نحن ملتزمين بميثاق الائتلاف، انه نحن الموجودين بالائتلاف والكل اللي عملنا في الائتلاف لن نكون جزءا في المرحله الانتقاليه، لان هذا الميثاق اللي انتم موقعين عليه. بالتالي وضح للناس، وهي تكون خطوه جباره منك يا دكتور نصر الحريري. بالتالي انت حكيت شيء وما موجود في مكتبك الاعلامي فاشل وعم يشتغل شيء وما ذكرته شيء، حكيت على
الكفاءات والخبرات. نحن ما شفت، يعني انا حاولت اقرا وادرس وابحث في هذا الموضوع، ما شفت شوف خبراته، ربما نحن يكون عندنا خبره اكثر منه. بدنا نسال سؤال، من حق كل سوري يسال انه لماذا فلان بالمكان الفلاني وما هي كفاءته. طيب هذا الدكتور في العلوم في الفيزياء النوويه، هذا الدكتور مهندس، هذا مهندس، هذا حقوق، هذا لماذا فلان وفلان. وكنت عملوا له مثل المؤسسات الاغاثيه، كل واحد جايب اخواته ولاد عمه وموظفون. بالتالي انت عم تحكي عن الشفافيه، بالتالي اطلع وورى الناس الشفافيه وابدا بنفسك، قول انا كذا، فلان فلان ساكن بالمكان الفلاني، راتبي كذا وسيارتي كذا ومخصص لبنزين كذا، وعشان الناس تثق فيك، لانه كل ما ذكر الائتلاف يذكر الفساد. وهذا المكتب الاعلامي اللي عندك شايفه، ما يعني حتى الكلمه تبعيتك استخسر اني نزلها على الموقع مباشره، بدي انا اروح على الانترنت ندور على الانترنت على الكلمه خاصتك يا دكتور يا دكتور نصر. أنا ما أعرف إذا كانت أوكي. طب أنت حكيت على أنك حكيت على موضوع، حكيت في موضوع أنه الإرهابيين وأنكم أنتم بترفضوا. أنا بشكرك أنك وصفتهم بالوصف الذي يستحقونه وحطيت النقاط على الحروف، وهي خطوة مهمة. طب أنا صار لي شهر وأنت، أنا بعتقد هذا نصه رد على أسئلتي. طب هذا رد صحفي، أنا بدي الموضوع العلمي. هلا انا بفهم انه رجل الدولي او رجل السياسي ما بيقدر يحكي، يعني انا كوقت اللي كنت اطلع في الاعلام ما فيني احكي كل الكلام اللي انا بعرفه، ومو مهمتي في الاعلام جاوب على الاسئله اللي بتطرحها الاعلاميه او المذيعه علي في اثناء البرامج، انا اتعامل مع الاسئله. بس انت هون طلعت تحكي بيان للشعب، يعني انت قلت بعتنا مذكرات واشياء في موضوع الائتلاف، لماذا السؤال لماذا لم تقوموا برفع الدعوى القضائيه في الولايات المتحده الامريكيه دكتور يا دكتور نصر؟ وعندكم الاستاذ اللي انا بعرف والده وبعرف اخواته واصدقائه اللي هو نجيب الغضبان، هو شخص محترم وكفؤ، عندكم نجيب الغضبان، عندكم المكتب هناك، ارفعوا قضيه دعائيه قضيه قانونيه في امريكا، وامريكا دوله قانون، يعني سواء رد تراب عنكم وغضب عنكم بالاخير ما راح يرضى عنكم تراب، يعني شايفين كيف عم يركضوا للعصابات الارهابيه لكم. ارفعوا دعوة قضائية، ومهما كان ترامب بقوة ترامب ليس أقوى من القانون الأمريكي، ارفعوا دعوة قضائية يا دكتور ناصر حريري في أمريكا وعلى الشركة التي تنقب على البترول. وإذا أردت أن تتوجه إلى التحكيم الدولي، أنا بساعة واحدة بجلسة واحدة طلعتهم يا التحكيم الدولي بباريس اللي مقره بباريس بساعة واحدة، لأنه هذول ليس لهم أي صفة. 90% من طلعنا الفيديوهات، 90% من المقاتلين تبعهم هني أجانب. بالفيديو طالب فيديوهات فلان بيطلع بقول لك انا عم قاتل مع العصابات القسد الارهابيه ماشي. وانتم الموضوع الاخر، اول شيء لازم ترفع دعوه قضائيه في امريكا انه هذا انه التنقيب على البترول في الجمهوريه العربيه السوريه ليس من حق تنظيم قسد الارهابي اللي هو تبع حزب العمال. وحتى الفساد، يعني انتم لو ذهبنا للتحكيم واثبتنا فسادهم، شفتوا انتم الشراشح والفضائح على السرقات والاموال، حتى هني ابواقهم الاعلاميه وحزيتهم الاعلاميه الخريجين البارات والكبريات اللي صاروا مفكرين بتحدث فضحوا عن سرقاته ونهبه. يعني لو قلت ان هذه، لو افترضنا ان هاي حكومه وهي حكومه فاسده واثبتنا الفساد موجود، يعني بالفيديوهات موجود بالصور والسرقه، هذا يكفي لابطال العقود اللي وقعتها. لو افترضنا ان انا حكيت الان كرجل دولي وكخبير في المنازعات التجاريه الدوليه من جامعه عين شمس القاهره، بالتالي انت يكفي ان تثبت انه فساد من نصوص حراميه حتى ينتهي هذا التحكيم الدولي. اما بالقانون، القانون بيقول لك يا اخي انه هن مين هدول، يعني ما هو التوصيف القانوني لهم؟ اعترفت بهم امريكا، طب امريكا تعترف بهم كشركاء محليين، شركاء حتى متعاقدين محليين، يعني امريكا بالقانون ما بتوصفهم شركاء، بتقول عنهم متعاقدين، يعني مستاجرين لقيام بعمليات النهب والقتل والسرقه او لتنفيذ مشروع انه امريكا تريد القضاء على التنظيم الارهابي المتطرف اللي اسمه داعش، واستخدمتهم لهذا الموضوع كمتعاقدين بياخذوا مرتبات. طبعا هني ما اطلقوا رصاص على داعش، المارينز فاد اخذ الرقه، والمارينز هو اللي حرر كل المناطق، اخذها من داعش، وبعدين يجي مثل الحزب الله رفعه، مثل بشار رفع العلم قالوا انتصرنا، هني داعش دخل عليهم من الموصل لعين العرب العربيه السوريه، مشي و60 طائره عم تقصف عليه ما قدروا، وجا عبد الجبار تذكر عبد الجبار العقيده اجى لعندهم، وبعدين تركيا سمحت للبشمركه العراقيه بالدخول، وطائرات 60 دوله طائرات عم تقصف عليهم ما قدروا، وفات داعش الارهابي المتطرف على عين العرب. بالتالي لا يغروك هذا الموضوع، اذا انتم يجب ان ترفعوا دعوه قضائيه في امريكا في المحاكم الامريكيه ضد هذه الشركه واستثماراتها والتعاقد مع هذا التنظيم الارهابي.
وقلت لك اما بتحكيم الدولة لانه هن فاسدين وليس لهم اي سمعة اعتبارية او قانونية في سوريا ومعظمهم اجانب، وحتى في امريكا هن مين يعني؟ هن لا مجلس شعب منتخب، لا مجلس شيوخ، ولا لهم اي صفة قانونية، وليسوا حزب وليسوا سوريين. حتى هن مش سوريين. بالتالي المفروض انك ترفع دعوة قضائية، هذا اللي بفهمه انا كرجل دولي تتعامل بهذا الموضوع. انت قلت وثائق وكذا، الوثائق لا تكفي والبيانات الصحفية والتنديد كرجال دولي لا تكفي. يعني انت بتقول ساطور التعليم، انا ابن اخوي اللي عمره سنتين بيقول لك ساطور التعليم، انا بدي اعرف كيف بدك تطور التعليم. بالتالي بعثت وثائق، فرجينا الوثائق على موقعك منشوره حتى نعرف نقرا وندرس ونجاوب الصحفي. انت تعلم انني اتحدث صحفي سواء هنا في اوروبا او في المنطقه العربيه، الصحفي الاعلامي، واكتب في هذا الموضوع وابحث في هذا الموضوع، وانا ابن الثوره ولا اقول من صناع هذه الثوره. بالتالي علي ان اعلم على اي اساس وما هي الاوراق، لانه انا اخذت هذه القضيه على عاتقي بسبب خيارات الغدر، وانا احملهم 90% او 80% من خي من من اذا فشلت الثوره هني بسبب خيانه سوريا الديمقراطيه للثوره وطعن الثوره، واسسوا بتعرف انت اسسوا الفريق الثالث، وبعدين جون هذا تبع قمح اللي هيثم مناع، اللي هو هيثم بلش هو من بيت الحريره ومن بيت الزعبه او غير اسمه، المهم ما له علاقه بقضيته، وطلعت قضيه جواز سفر. بالتالي وعم وشو اسمه احمد الجربه. طب يا اخي احمد الجربه يسعى الزلمه، انا يعني قابلته غصبا عني مرغما، اخاك لا بطل قابلته اضطريت اني قابله. الزلمه بده يصير زعيم يعني، لو بيحشوه بالفيلا اللي عنده والحراسه اللي عنده. يعني انا وقت فوتوني لعند احمد الجربه عملوا تفتيش زادي، انا اقول على الهواء الان فتشوني القلم اخذوه مني لحتى فوتوني، طبعا محمي امنيا من المخابرات المصريه، فتشوني تفتيش ذاتي لفوتوني عند احمد جربه، شوف الفيلا اللي ساكنها بالجمع الخامس من القاهره والسيارات اللي راكبها. يعني الزلمه يحلم بان يكون زعيم، ولكن لا مؤهلاته السياسيه ولا مؤهلاته العلميه ولا يعني ما عنده اي شيء يسوي زعيم. بالتالي هو يبحث عن الزعامه، والزعامه يعتقد انه سيطر على جماعته العشائر وخلهم مع قصد، وبتعرف الدول اللي عم تدعم قصد، بالتالي جيبوا له اعطوه اي منصب. بس طبعا هو ما راح يقبل انه اللي عم يتحكموا فيه وعن مولو، وهو طبعا المصاري اللي اخذها من الائتلاف كافي زياده، ما في كم ملايين مثل ما قال لي احد الشخصيات الكبيره في الائتلاف، وهي كانت اكبر منك في المقام وفي السن وفي المنصب في الائتلاف حينها، الان انت رئيس السكرتير العام للائتلاف. بالتالي هذا الزلمه بده زعيم. بعدين انتم اول شيء بدكم ترفعوا قضيه. الامر الاخر يا اخي العشائر العربيه، وين هذا الكلام موجه للعشائر العربيه ولاخواننا في العشائر العربيه؟ يا شباب انا بستغرب انه واحد شيخ ابن شيخ من العقيدات ولا البقاره ولا الشعيطات ولا القبائل الشعيطات اللي قدمت اللي تقاتل فيه مع داعش وقدمت بهذا الموضوع، انه كيف تقبل تقول لهذا المظلوم كوباني ما شو اسمه هو اصلا، ما بتعرفوا شو اسمه؟ بسموه جنرال، طبعا هو لا دخل كلية عسكرية ولا له علاقة لا بتعليم ولا بجوز معه شهادة ميلاد، بجوز ما معه، إذا كان سوري ما معه شهادة ميلاد سوري ربما، وكلهم هي بيذكرون له ثلاث أسماء وعم يسألوا كان وله صور مع عبد الله أوجلان، وما حد ينكر يعني هذا الإرهابي اللي ما حد بيعرف شو اسمه. كيف بتقبل تقولوا له يا أبناء العشائر تقول لهذا الشخص الأمة اللي ما بتعرف شو اسمه تقول له سيدي أو القائد؟ وكيف أنتم بتقبلوا يا أبناء العشائر تكونوا تابعين لقصد؟ انتم ما كن شركاء، انتم عم تضحكوا على بعضكم يا عشائر العربيه، انتم ما كن شركاء لقصد. لانه تعال عندما يعني مين راح على امريكا امبارح او راح على روسيا؟ هاي الارهابي اللي اسمه الهام احمد اللي راحت قابلت هذا الشبيح اللي اسمه قدر جميل، ساتطرق لهذا القدر جميل ولقاء الارهابي بهذا اللي عم يسوي، قلت انه هن ديمقراطيين وليك عم يعملوا، هو عم يعملوا اتفاقات مع الكتل الوطنيه. طبعا قدر جميل اللي هو شريك محمد ناصيف واللي هو انقلب على محمد على خالد بداش بعد ما مات، واللي هو جوز بنته، وهو كان وزير نائب رئيس وزراء الشؤون الخارجيه، وزير خارجيه او شيء، وزير تجاره اقصد او الاقتصاد، هو معه دكتوراه بالاقتصاد. اللي انا راح احكي بهذا الموضوع، بس الاهم من شيء انه هذا كردي وجده كردي وجده من مؤسسين الحركه الكرديه في سواء في سويسرا في لوزان في سويسرا وحتى في تركيا، واعتقل في تركيا وكان من داعمين الشيخ سعيد اللي هو كان فشل ثورته، انا اقول ثوره وليس تمرد، ساقول ثوره الشيخ سعيد، وهو سبب مجيء الاكراد الى سوريا وبنتهم في فرنسا القامشلي وصبابتهم هناك وقامتهم الدوله. يعني هذا جده اسمه كمان قدري، كمان اسمه قدري، هذا جده يعني هذا اللي عم يتفاوض معه، عم يضحكوا عليكم، عم يقول لكم انه ديك عم يحكم على شخصيات وطنيه هن منفتحين على الكل، هذا جده مؤسس الحركه القوميه تبعيتكم، جده قدري جميل. على كل حال سيكون طولت كثيرا وصديقي
جوكوفيتش عم يلعب مباراه في التنس، وانا بحب هذا اللاعب وبشجعه. لذلك بدي اختصر بهذا الموضوع، اتمنى كلامي يوصل لك يا دكتور نصر. اذا انتم لازم تتواصلوا مع العشائر العربيه، وانا برجع بكرر ندائي للعشائر العربيه، انا تواصلت مع جماعه من العقيدات، انه يا اخي كيف بتقبل انت يكون هذا رئيسك او مسؤول عنك؟ وانت لا تضحك على نفسك يا اخي، القبائل العربيه انتم تابعين لقصد، انتم تابعين لقصد، اعتقلتكم ودعستكم بالسيارات وقتلتوا رؤساء عشائركم. وانا ترجيت تعليقات الان على صفحتي، قال كاتب لي واحد على الصفحة مثل ما أفنيناكم بالشمال وبالشرق بدنا نفنيكم، هذا الكلام موجه لي طبعا، كله هذا مسجل ومحفوظ بالأرشيف، وسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم أول امبارح. بالتالي أنتم تابعين لإلهم، أنتم منكم مش شركاء. أنتم امبارح فاتوا في أحد القرى، فاتوا اعتقلوا القائد تبعكم وصار في إشكالية، فاتوا الإرهابيين تبع قصد اللي هني أجانب تابعين لقنديل، فاتوا اعتقلوا أحد قادتكم واختطفوا النساء. يعني بعدين بدي أقول لك شغله، امبارح بيطلع واحد بيقول لك إنه يا أخي هدول ديمقراطيين وعم يتعاملوا كدولة، ليك وقعوا اتفاقيات على منع تجنيد الأطفال، اليوم اختطفوا الأطفال وجندوهم، اليوم جماعة مخيم الهول أخذوا الأطفال تبعهم وجندوهم، أخذوهم على المعسكرات عشان يمسحوا دماغهم ويعلمون بالإمبراطورية العظمى اللي كان اسمه الأكرادي اللي ما أثبت وجود التاريخ لحد الآن، التاريخ والعلماء. وأنا أقول يا شباب، يا أخواني الأكراد، إخواني أصدقائي، يا أخواني الأكراد، والله أنا مالي ضدكم، بس يا شباب والله هذا التاريخ وهذا البحث وهذا العلماء يقولون ما بيعرفوا شو معنى كردي. طبعا انا اقول لك كردي باللغه العربيه الفصحى، الكردي اي المبعد، وهذا بيتوافق مع ما قاله الكاتب شرف نامه، في عنده كتاب بيحكي عن الاسطوره انه هذول الاكراد كانوا هن ايرانيين وكان يهربوا الملك اللي ياكل مخهم وكذا، وهم وكاوا الحداد، المهم هذول هربوا الى الجبال، وهذا يتوافق مع الكلمه العربيه المبعدين. وسان تعني المنطقه، وهي كلمه فارسيه مثل باكستان، أفغانستان، يعني منطقة الأفغان، منطقة. أما الكرد يعني مثلا في واحد يقول لك كورة، يعني كرد أو كورة يعني الأرض. طب وسان معناته الأرض، يعني صار اسمها كورة أرض، وسان أرض يعني أرض الأرض، يعني هذا كلام. كرد باللغة العربية الفصحى، كلمة عربية فصحى معناتها المبعد، وهذا يتوافق مع شرف نامه بغض النظر عن هذا. بس يا أخواني الأكراد اللي بيسبوا بيشتموا، يا أخي هذا العلماء عم يقولوا، وأنا بدي أعمل لكم حلقة ربما مسجلة على وعدة حلقات سأتحدث لكم عن تاريخ المنطقة كلها من يوم الله خلق على اليوم، وأنتوا ليس لكم أي وجود فيها. يعني أنتوا يعني تعرفوا هاي المنطقة اللي بيسموها أنتوا كردستان. يعني أنا أول شيء بدي أخلص هذا الموضوع. إذا يا دكتور فيصل، يا دكتور نصر، عليك أن تتواصل مع العشائر العربية وتقنعهم بالخروج من هذه المنطقة، خروج من التنظيم قصد، لأنهم عم يرتكبوا خطأ تاريخي. أحد أبناء العقيدات بعث لي قال لي أنا جدي، والرسالة موجودة عندي، جدي هو اللي وضع حدود الجمهورية العربية السورية مع العراق، فليفهم وأن اللبيب من الإشارة يفهموا الكلام وجه للسبب الإيراني، ولنقبل بغير هذا الشيء. طبعا إذا خرج التنظيم، خرج القبائل العربية من هذا التحالف، فتنظيم قصد هرب. يعني الآن بيطلعوا الناس بيضحكوا عليكم وبيضحكوا على بعض الناس وبيحاولوا يخدعوكم ويقول لكم ليك أمريكا عم تتحدث. يعني قال والله جيفري ما تحدث مع الائتلاف بينما بعت المندوب تبعه تحدث مع الائتلاف. يا حبيبي ما كان جيفري موجود، بس هو راح حكى مع وزارة الخارجية، كان في مباحثات بنفس الوقت، كان جيفري المفروض يلتقى بيكم، هذا اللي كسر القلم، وأنا بشكرك على هذا الموقف، وكسر القلم واللي ينطح راسه بالحيط. هاي قضية وطن وقضية أمي، قضية أن التاريخ بدي يسجل يا نصر الحريري، إنه إحنا عملنا ثورة كان نتيجتها ملايين الشهداء، وبالأخير جبنا جماعة خنديل أعطيناهم دولة. بدك تفكر بهذا المنطق يا سيد نصر الحريري، لك كامل الاحترام بهذا الموضوع، أنا أحييك حتى لو كسر القلم ولا كسر راسه بسوي له. يعني أنا بعرف إنه ربما لم نأخذ جوال على قناة إعلامية أو صحيفة إعلامية بعد اليوم في الصحافة الأمريكية. بالتالي قضية وطني وقضية شهدائنا وثورتنا أهم من الزور، لا ما يعني أطلع عليك عامل تلفزيون لوحدي، ولا في عندي لا دعم الائتلاف ولا دعم أي جهة في هذا العالم كله على وجه الأرض. وأريد وأعيد وأؤكد، من لديه وثيقة تدين ميسر ربك بعمل لأي دولة أو قبض أموال من أي دولة في أي دولة في أي مكان في العالم فليخرجها على الإعلام، ميسر ربك ما عنده شيء يخاف منه. إذا يجب الحديث مع العشائر العربية وإخراج العشائر العربية من هذا التحرك. بس بدي أقول لكم على موضوع إنه قال الأكراد، الدول بتتحدث مع الأكراد كدولة ووقعوا اتفاقية، طبعا وقعوا اتفاقية إنه منع تشريد الأطفال، واليوم ما بعرف إذا يعني أنا ليك أمامي، راح أقرأ لكم شوي، يعني هذا تقرير أمامي صحيح ذكرت نقطة، يعني تقرير أمامي
تقرير امامي انا كنت الان عم انشر في المركز العربي الاوروبي للدراسات، فيكم تفوتوا عليه تشوفوه. قالت مصادر اعلاميه ان قوات تنظيم سوريا الديمقراطيه الارهابيه المتطرفه نقلت اطفالا من مخيم الهول الى احد معسكراتها بهدف ادلجتهم، يعني انه بده يحكوا لهم على عبد الله اجلان وبطولات عبد الله اجلان، هو قاطع طريق، وبده يحكوا لهم على تاريخهم العريق، هن وجدوا قبل ادم، وادم واحد منهم قال انه اللغه الكرديه هي الاساس اللغه الانجليزيه، وانه نابليون بونابرت كان، ولحد الان العالم كله علماء العالم لا يعرفوا، ما عندما يتحدثون عن الاكراد يقولون ان الاكراد مفهوم غامض، وانتهى الموضوع، مفهوم غامض. بعدين هني الاكراد نفسهم بتقول لهم انتم مين، بقول لك احنا امبارح كنت عم اقرا في كتاب انهم سومريين كمان، مع ان السومريين هذول كانوا يعني اصلا عربي، على الاقل هني من الخليج العربي، من منطقة الخليج العربي السامري بجنوب العراق. وبعدين بقول لك نحن آشوري، وعلى فكرة كمان قرأت بكتاب قال الآشوريين كانوا قبائل متفرقة وما شو، وليس لهم نسب ولا كذا، برع بدك تقرأ. وهن بيقول لك نحن سامريين ونحن آشور، والآشوريين هن من السلالات الكردية. هن إذا تسألهم مين أنتم بيعدوا لك 30 أصل، يعني 30 أصل، يعني هن مش مقتنعين بأصل معين لهم. وهذا يا إخواني أكراد، يعني أنا يعني أنا شو يعني إذا أنتم كنتوا قومية أو أمي أنا يعني شو بيضرني انا، بس انا مش كنت معكم انكم كنتوا تاخذوا سوريا، لا ما في، مش حنعطيكم. بعدين بتقول لك يعني احنا نتحدث، انتم عم تقولوا بحدسوكم كدولي وانتم عم تتصرفوا كدولي، وهي خطفتوا الاطفال التقرير امامي الان عم نتحدث عنه. اذا هذا موضوع. الموضوع الاخر قالوا له المندوب الامريكي او امريكا تتحدث مع هذا الارهابي، ما انتم عم تستخدموكم كلاب صيد، ما انتم كلاب صيد عم تنفسوا المخططات اللي عم تامركم، يعني امريكا ما بدها تبعت جنود يقتلوا، طبعا امريكا حاربت داعش اوكي ماشي، بس عم تبعتكم انتم ما بدها جنودها يقتلوا، وقت بيكون في عمليات انتم بتهربوا لانه المارينز هو اللي بيجي مثل ما صار بالرقه وبقيه المناطق، وانتم بتجوا بتعلوا الانتصارات. بالتالي قال بتحدثوا مع هدول الارهابيين بشكل مباشر، بينما انه جيفري بعت لهم مندوب، ما جيفري كان موجود بس راح يا ناس، جيفري كان موجود بس راح عمل لقاء بنفس الوقت مع وزير الخارجيه اعتقد التركي، بنفس الوقت كان بيجتمع مع الائتلاف، واحد ضل يجتمع مع الائتلاف والاخر ذهب لوزاره الخارجيه. يعني من الطبيعي انه يكون جيفري هو اللي يتحدث مع وزير الخارجيه وليس مساعده او نائبه، يعني عشان تشوفوا هذا درسناه في الاعلام. يعني انا حتى كاتب فيه مقال اذا بترجعوا كيف تحول انتصارات عدوك لهزيمه، يعني هذا الاستراتيجيات الاعلام قال والله بيحكوا معهم. طيب هل تعلمون انه امريكا الان عم تحكي معهم وعم تضغط بالائتلاف وعم توحدهم، لان هي صار لديها قناعه تامه بانه لا مستقبل لهم. يعني امريكا ما عم تضغط عشان لانه هن القوى الوحيده المنظمه، شفتوا العشائر والفساد والسرقه طلعوا دعسوا على راسهم العشائر العربيه، والان اذا تطلع الشعب العربي من المنطقة بتسقط مباشرة. لذلك أمريكا خايفة، لأنه أمريكا سلمت القواعد العراقية وعم تتحدث الآن عن خروج من سوريا ومن العراق وكذا، بالتالي هي بدها تأمنهم، لأن هي مقتنعة أن الشعب السوري الحر، طبعا الأحرار الأكراد. يعني أنا مثلا فيني أعطيكم مثلا رابطة المستقلين الكرد، على كل حال ربما نتحدث في وقت يوم غدا ان شاء الله، ما بعرف زمنه. المهم لازم تخرجوا العشائر العربيه، والعشائر العربيه يقتنعوا انه ليس لهم اي مستقبل، انه مجرد تابعين، وبالدليل انه عم يعتقلون ويختطفون، وامريكا عندما تتحدث اليهم ولا تتحدث للقبائل العربيه. وانتم عندما امبارح خطوتكم مهمه كون شكلتوا وفد وطلبتوا امريكا، انه هذا اللي خوف امريكا، بالتالي صار تدعمهم وبدها تامن له المستقبل ككلاب حراسي لهنيك، لانه هم السوريين اصلا ماشي. بعدين بقول لك يا اخي هني ديمقراطيين، يا اخي هني ديمقراطيين بس عندهم جيش وبيعتقلوا العالم، وامبارح طلع لك اسماء معتقلين. طب انا بدي اسالك يا مالك، وانتم ديمقراطيين؟ طب انتم طلعتوا امبارح حوالي شي 100 اسم وقلتوا تم محاكمتهم. طب سؤال، انا كرجل او باحث او كقانوني او كدوله او كاي شيء بدك او كصحفي، ما هو القانون الذي على اساسه تم محاكمه هؤلاء الاشخاص؟ يعني انت القانون اللي حاكمتهم عليه تبعته للمحكمه؟ يعني اي قانون؟ قانون الجمهوريه العربيه السوريه؟ قانون جبال قنديم؟ قانون الشريعة الإسلامية؟ قانون العراقي؟ أي قانون؟ أعطينا القانون اللي أنت حاكمت عليه. وعندما تقول نحن أصدرنا القانون، أنت مين؟ يعني من أنت؟ من أنت؟ يعني ما هي صفتك السياسية؟ طبعا أنتم من جبال قنديم وقطاع طرق وكذا، وهلا في زعل مرة زعل حاطين بارش الفيديو اللي أنا حكيته في سكاي نيوز إنه أنا بدي أضربهم بالنووي والكيمياء، وهذا الكلام كذب. أنا قلت من حق الشعب السوري الدفاع عن وحدة الجمهورية العربية السورية بكل الأسلحة، كما من حق بريطانيا الدفاع عن استخدام، لأنه سألوا سؤال البريطانيين أنه بتستخدم السلاح النووي للدفاع عن بريطانيا، ف
فسكتت ولم تجب. أنا عم نسأل هذا السؤال، قلت إذا من حق بريطانيا الدفاع عن استخدام السلاح النووي للدفاع عن وحدة بريطانيا والمصالح البريطانية، فمن حقنا يعني من حقنا كشعب سوري والأكراد سوريين، ما من حقنا كسوريين استخدام السلاح للدفاع عن وحدة سوريا؟ هل الأكراد سوريين ولا من السوريين؟ من حق سوريا أقول استخدام كل الحفاظ على وحدة سوريا. أنا ما قلت إنه ضربوا الأكراد، بس هني لأنهم بدهم هاي المظلومية والكذب والنفاق والزعبرة، لأن هني ما عندهم شيء. يعني بتسألهم مين أنتم؟ بقول لك إحنا مدين. بتقولوا أنتم بدو الفرس، بقولوا عنكم إنه بخلدون إنه بدو الفرس أو سكان الجبال، بتزعلوا تيجي تقول لا إحنا مدين. طيب يا هاي المدين ما هن سكان الجبال وقطاع طرق وليس لهم أي أثر حضاري أصلا، وحتى المدينة تبعتهم مع يعني الحكم تبعهم ما عمر شيء، وهني ما له علاقة فيكم كما قال الدكتور محمد أمين زكي. يعني أنتم لا تستطيعون إثبات نسبكم ل ميديين، ما له علاقه فيهم. يعني كل العلماء بيشمعوا انه الميديين ليسوا الميتانيين والهوريين، ما له علاقه بالاكراد، ليسوا اكرادا. وهذا كتاب انا راح اعمل حلقه مفصله وجبتهم للكتب اللي انتم كتبتوها والعلماء الاوروبيين اللي كتبوها، وبقول لك احنا شريبين بول البعير وجينا من اليمن. انتم منين جيتوا؟ انتم في واحد عم يستشهد بكاتب من كاتب اوروبي، الكاتب الاوروبي عم يستشهد به عندما قضيته، قام هذا الكاتب وقال وجاءوا من القوقاز ما شو، قالوا لا هذا الكلام مو صحيح. ما انت جاي تستشهد به وبعدين عم تقول وانت بدك تعلمه؟ يعني جماعه متناقضين. بالتالي عليكم برفع مذكره قانونيه او محكمه دعوه قضائيه في الولايات المتحده الامريكيه ضد هاي الشركه. الامر الاخر عليكم التواصل مع القبائل العربيه لفك ارتباطهم بهؤلاء الاشخاص، وبالتالي سيسقطوا. وامريكا عندما تحاورهم يا دكتور نصر حريري لم عندما تدعمهم الان وتضغط عليكم بهذا الموضوع بيكسر القلم، هو لانه كسر القلم ليس لانه قوي وليس لانه مساء، لانه يعلم ان هذا هؤلاء مرفوضين سواء من النظام مرفوضين، هن عملاء للنظام. هلا فرجيك التحالف، يعني التحالف مثلا راح اعرض لك هاي مع انه انا كنت بدي اعرضها في يوم غد. طيب يعني خذ شوف هاي الاتفاق، يعني يوم اللي قرر يوم شوف هاي الاتفاق مع النظام بعد اعلان تركيا انها ستبدا بعمليه عسكريه في شرق الفرات. بدا النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي البي واي دي بناء على حزب الاتحاد الديمقراطي لان امريكا هيك بدها، اللي هو اسمه الحقيقه البي واي دي، بمفاوضات برعايه روسيه حول مصير المناطق الخاضعه يعني المحتله وليس خاضعه هي محتله لسيطرتها او تحت السيطره الامريكيه. ورغم تضارب البنود المسربه حول الاتفاق كان معظم التسريبات متفقة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. يعني حتى بشار الأسد قال له وحدة الأراضي السورية ما اعترف بيه، والاعتراف بالسيادة السورية على الأراضي، سيادة سورية على سيادة بشار المقصود، أنا عم يحكمها بشار، وبتعرفوا السورية هي بشار يعني بالنتيجة هو بالنسبة له. واقتصرت بعض التسريبات على ذكر الاعتراف بالإدارة، اقتصرت على بالإدارة الذاتية التي على حسب الاتحاد الديمقراطي في مناطق سيطرته. من الواضح من خلال البنود الشرفات في مفاوضاتهم لن يحصلوا على أي شكل من أشكال الإدارة الذاتية. يعني هني وقت اللي هذا لم تعرفوا ليش نحن ليش يعني هذا عم فرجيك انا انه ضعفهم. يعني وقت اللي قال ترامب كان بده ينسحب واشبروه انه يبقى مباشره ذهبوا لعند بشار الاسد، يعني سقطوا مباشره سقطوا. اليوم امريكا عم تسال على كل حال، سيقول انا ببحث بموضوع اخر. بعدين انا هذا اللي كان عم يسبني البارحه وعم اقول لك نحن الاكراد. طيب انتم عم تقولوا انه هاي ارضنا، وامبارحه واحد بيقول لك يا اخي بده يطردوا العرب من أرض الغمر ومن أرض الفرات. يا أخي فرنسا هي اللي عملت القامشلي وسكنتكم، جابتكم من شيخ سعيد وسكنتكم فيها، وقلتوا قبل عام 1960 كنتوا أقل من 10% من نسبة السكان في المنطقة وليس في سوريا، يعني بالمنطقة أقل من 10% بالمنطقة. هاي تقارير أوروبية ماشي. فوتوا على كتاب اسمه طبعا ما بحد بيقرأ للأسف. أنا أعترف يا دكتور نصر حريري وأعترف بكل العالم أنه أنا لا أستطيع إقناع جماعة حزب العمال الكردستاني أن الشمس تشرق من الشرق. أنا لا أستطيع إقناعهم، أنا لا أستطيع إقناعهم أنه مجرد ملتصقة وأن حديثهم عن القومية وعن التاريخ وكذبي، لأنه هني يبنوا حياتهم كلياتها أنه الميديين. طب هني كتابهم كبيرهم كتب أنه الميديين ما له علاقة بيهم، وبعدين الميديين هني سكان الجبال وكانوا قطاع طرق وبعدين انتصروا تحالفوا مع جماعة جنوب العراق عشان ما أذكر اسم سمرية والبابليين، تحالفوا معهم وبعدين أسقطوا الأشوريين وما قدروا يعملوا دولة. حتى أنا كنت عم دور على أثارهم الحضارية، عم يحكوا على أثارهم الحضارية ما رأي غير بريق فخار. يعني بالتالي وهم كانوا من الجبال، يعني حتى وقت البطولة إحنا مدينين بها المدينة اللي سكان الجبال وهم قبائل بدوية جاءت استوطن الكون وكان الأشوريين كلهم يطبون، بعدين انتصر عليهم بتحالف مع إحدى الممالك الجنوبية في يا سومرين يا بالبابليين في الجنوب العراقي، عشان ما مكتوب الاسم اللي ما بدي يعمل تفصيل تاريخي في هذا الموضوع.
بالتالي اللي كان عم يحكي عليه، بتعرفوا انه هاي المنطقه يا شباب، بتعرفوا انه هاي المنطقه اللي بسمينها كردستان، اللي شمال سوريا والعراق وحتى ديار بكر، ديار بكر مدينه عربيه سوريه، يعني كان هون كانت هاي المنطقه قبل، كان اسمها يعني قبل الاسلام كان اسمها ديار بكر، ديار ربيعه، ومضر هن هذول كلهم بكر وتغلب هذول بلاد عم، كله كانوا يسمون ديار ربيعه، كان اسمها ديار يعني منطقه لربيعه، منطقه لبكر، منطقه لتغلب، تغلب يعني زير سالم وجساس هذول تغلب اللي ما بتعرفوه، وديار بكر اخذت اسمها من قبيله بكر بن وائل اللي هن جماعه جساس، اللي هو اللي سكنوا اصلا واحد من ابناء جساس، واحد من ابناء جساس اللي كان ساكن في تلك المنطقه، والباقيين بني تغلب وبني ربيعه، هاي المناطق هاي اسمها الجزيره الفراتيه، هاي الجزيرة الكراتية، هدول السكان الأصليين. ماشي. الأمر الآخر، أنتم بتعرفوا إنه هاي المنطقة كان اسمها عربستان قبل ما يكون اسمها كردستان. يا يعني كردستان اللي أطلع مين سماه كردستان؟ الملك سنجر، الملك السلجوقي سنجر هو اللي أسس إقليم أو محافظة سماها إقليم كردستان، أي إقليم الجبال، وهي لا تدل لا على قومية ولا شعب، لأنه كان فيها الأشوريين والأشوريين والهوريين والعرب. على فكرة هاي المنطقة كلها كانت عرب، هلا تسأل ليش ما فيها عرب؟ لأنه الحمدانيين أبادوا للعرب، السيف الدولي الحمداني أباد العرب بهذه المنطقة، أباد العرب هني الحمدانيين اللي أبادوا الوجود العربي في تلك المنطقة وصاروا الأكراد، عشان تكونوا بالصورة يعني هذه مواضيع تاريخية نرجع لها في بعدين. بالتالي هاي المنطقة تعرف إنه كان اسمها عربستان، يعني كانوا الأتراك الإيرانيين اللي كانوا مسيطرين في كانوا مسمين عربستان، هاي اسم المنطقة اسمها عربستان، هالمنطقة الجزيرة الفراتية وبين الموصل والعراق والمنطقة الشمالية هي كان اسمها عربستان. طيب شو هي عربستان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب انا ما عشان ما تتهموني هذا الكلام كمان لك يا نصر حريري، رد عليهم عم اقول لك حقوقا التاريخيه وطلعوا من دير الزور. هذا الرجل اللي امامك اللي كان الملك، كان هذا سنطروق الاول، وهو ملك عربايا، مملكه الحضر عربايا، مملكه الحضر هي اسمها عربايا، وكانوا يسموها الفرس عربستان، هاي المنطقه اللي هي الجزيره الكراتيه والمنطقه الواقعه بين غرب الموصل وشرق سوريا، وهي المناطق اللي بسمينها أراضي الحقوق التاريخية. عربستان 1076 ميلادي 1092 ميلادي حوالي 100 سنة، كانوا أربع ملوك ولسه ابنه عبد سيما ابن الملك. هذا ليك نحن ما بنحكي بدلكم نحن من رمي، هذا ليك وهذا ملك، هذا ملك، هذا تاريخه، هذا اسمه سنطروق الأول، هو ملك عربي حكم تقريبا بين عامين كذا الميلادي، هو ثاني، هذا الملك الثاني سلوات قبله عفوا يعني 176 ل192 سنة هي فترة الحكم تبع هذا الملك سنطروق اللي سبي قبله أبوه. سنطروق الأول معناته هذا سنطروق الأول مع أبوه لسنطروق في له أب يعني حكم قبله حوالي من حكم بين عام 1140 الحضر وبين ابن الحاكم المشروع الذي حكم بين عام 1200 1228. المهم كان لهم تاريخ اعتقد 3 قرون دامت هذه المملكه. ساتطرق عشان ما شعبكم بهذا الموضوع. هذا رد اللي قال عم يسبني امبارح وعم يشتم تاريخي وحضارتي وعم يقول لي انتوا جيتوا من وراء البقر، نحن كنا نمشي خلف اذناب الابل ونلتقط البعره من اضلاف الماشيه وحفاة عراة، وهني بيقول لك نحن ميديين، والميديين هني سكان جبال وبدو وقطاع طرق اصلا ما تركوا. نحن هذا اللي سانتو، هذا اللي سانتو، شايفه سانترو الاول، هذا تاريخه، هذا اسمه، هذا اسم ابوه، هي عيلته، هاي المملكه الموجوده هلا الاثار أثاروا. هاي المنطقة كان اسمها عربستان بالتسمية الفارسية، كانوا يسموها عربستان بالرومان وبالكذا، كانوا يسموها مملكة الحضر أو عربايا. عربايا هاي تاريخ، هذا موجود، أنتم ما كنتم موجودين، ما كان أي علاقة بالمنطقة، يعني حتى السفير البريطاني القنصل البريطاني في الموصل بكتاب بخط يده، كتب بخط يده إلى وزير الخارجية البريطاني، قال له أنا موجود، أعتقد أنه قال في إربيل، أنا موجود في منطقة إربيل وهي تبعد مسافة 7 أيام عن مناطق الأكراد. إربيل تبعد 7 أيام عن مناطق الأكراد، وتعرفون أنتم إربيل هي مدينة أشورية أكادية، أعتقد
انا بخربط بين الاكاديين والكلدان وكذا. المدينه الاشوريه على اقل تقدير هي البنيه الاشوريه، يعني انتم ما بتوا حقوقكم الديمقراطيه بكم تطردونا من الحسكه. رجعوا الاربيل للاشوريين ورجعوا السليمانيه للتركمان، سليمانيه بينها السلطان سليمان الاول وعملها معسكر لجنوده، وبالتالي رجعوا السليمانيه للتركمان ورجعوا اربيل للاشوريين، لكم الاشوريين موجودين وارتكبتوا فيهم مذابح وذبحتوهم ابدتوهم للاشوريين، هاي مدينه اشوريه اعطوهم اياها. عطوان يا طبعا اللي في قبل الاشوريين، بس هي مدينه اشوريه معروفه الان، هي مدينه اشوريه. طيب انتم ما بدكم حقوقكم التاريخيه، مش انتم ديمقراطيين؟ طيب اعيدوا مدينه اربيل للاشوريين، واعيدوا السليمانيه للتركمان، وطلعوا من طوس خرماتو، وسلموا المناطق العربيه للعرب اللي انتم احتلتوها 52 قريه. بالتالي هذا صندوق غير، يا انت اللي عم تسبني وعم تشتمني، بعرفتك تسبني وتشتمني مش مهم بالنسبه لي. انا اتحدث كباحث وككاتب وك يعني رجل يحترم العلم ويحترم الوثائق. هاي الوثيقه فيك ترد عليها عربستان كردستان اللي انتم بسموها هي عربستان، اسمع بالكتب الفارسيه عربستان، هذول على فكره انتصروا على الرومان، قال حتى هذول قتلوا الرومان، غلبوا الرومان هذول. وبعدين نفس الوقت كان في عندك انت كان عندك مملكه زنوبيا وكان مملكه الغساسنه وجماعه المنذر نزر بالماء السماء النعمان بن نزر، هذول كانوا موجودين. وكان في ساعه فكره نحن بس بنحكي على القبائل اللي هن الغساسنه السوريين، سبي قبيلتين غير الغساسنه دول موجودين في الشام، وعندك ربيع ومضر وبكر، كل هذول كانوا موجودين هم بابناء المنطقه. وتعال على اصل الكلدانيين والسومريين، بعدين كان عنيين مين هن كان الفينيقيين، مين هن الفينيقيين اللي قبل التاريخ، الفينيقيين مين؟ ما هن زمان العرب، زمان العرب اللي طلعوا من الجزيره العربيه، طلعوا من يعني من البحرين، قطر، الكويت، هالمنطقه اللي بسموها المنطقه الشرقيه او المنطقه البحرين. الخلاف الوحيد على انه وجودهم خروجهم من الخليج العربي ومن جزيره العرب انه هني خرجوا من نجد ولا خرجوا من ساحل الخليج العربي، بس هذا خلاف عند العلماء. بعدين روحوا شوفوا مدينه الصور، مدينه جبيل، كلها موجوده، مدنهم الان موجوده الان في الخليج العربي، يعني الفينيقيين قبل كل هذول العالم. بيجي بقول لك هاي ارضنا وجدودنا التاريخيه، بتقول له انت مين؟ بقول لك انا ميدي. بجدوا بتلاقي ميدين ما لهم علاقه ب حتى كتابهم، يعني مش نحن مش ربو البعيد، كتابهم هذا الكلام بتروح بتقول لهم يا نصر حريري، قول له تعال هذا سنتروك كان حاكم هاي المنطقه قبل ما حد يسمع فيكم، لانه يعني هذا قدر جميل اللي بدي احكي عنه. هو جده من مؤسسين هاي ارتقاء الكردي اللي تاسست 1908 1909 اللي بدأ وقتها يحكوا لنا على القوميه الكرديه، وكان نظر الى بالقبل محمد امين زكي بكتابه تاريخ الكرد وخلاصه تاريخ الكرد وكردستان، وبهذا الكتاب بيقول انه الاكراد مانن لا ميتانيين ولا هوريين ولا حثيين. هو اللي عم يقول هذا الكبير على زعيمهم، هذا المخترع القوميه تبعته. انا عم حكيك هذا سنتروك، ورد علي بسنتروك تبعكم. هلا تقول لي كاول حداد، اثبت لي انه صلاح الدين الايوبي كرد، اعطيني وثيقه تثبت فيها قطعيه الدلاله والثبوت ان صلاح الدين الايوبي كردي. وانا بقول لك شغله، انا ما عندي مشكله انه صلاح الدين الايوبي كردي ولا مش كردي، اثبت لي انه صلاح الدين كردي بوثيقه، لانه الاكراد لا تعني لا تدل على شعب، الاكراد منطقه جبليه باللغه العربيه الفصحى، اكرد يعني المبعد، وهذا يتوافق مع شرفنامه انه الاكراد هم المبعدين، يعني ابعدوه هربوا الى الجبال، بالتالي منطقه الجبال او سكان الجبال، وهذا يتوافق مع التفسير العربي للكلمه. بالتالي انا عم اعطيك سنتروخ، رد علي مو بس سنتروخ، خذها عشان ما تتفلسف. هذا اللي انا عشان اللي كان عم يحكي بالامس عم يحكي ويسب ويشتم على الصفحات وفكر حاله بدي يخوفني ويكذب العالم. شوف لي هذا الملك العربي عبد سيما، مملكة الحضر أو مملكة عربايا هي من أقدم الممالك العربية في العراق الجزيرة الفراتية، وتحديدا في السهل الشمال في السهل الشمالي الغربي من وادي الرافدين. الرافدين هو أحد ملوك مملكة الحضر العربية الواقع شمال العراق، وكان يلقب بملك العرب كابي، لقب العرب بلقب ملك العرب كابي، تولى الحكم خلفا لأبيه الملك سنتروق الأول، وكانت سنوات حكمه تتراوح بين أعوام 205 أو من 180 ل 205 للميلاد، من 180 ميلادي، يعني قديش من 1000 اليوم لحد 2020، من 2000 سنة، من 1900 سنة كان هذا موجود هنا عم
هني قال الميديين قبل الميلاد ب 10000 سنه، نحن عم نقول لك بالميلاد، نحن كنا حاكمين هاي بالميلاد وربيع وبكر، يعني انتم بتقعدوا تطالبونا ما قبل التاريخ وما كان علاقه فيه، نحن عليك هذا الملك هذا، انت ما اعطيتني ولا وسيله، انا ما فيك وسيله، هذا لك عبد سيما وسنطرو، رد علي هذول هاي عربستان، هاي كردستان هي عربستان، كردستان انا اقصد لك مذكور محدد لك عشان ما حد يطاول ويتجوز بالكلام، العربيه في العراق هي الجزيره الفراتيه وطبعا وديار بكر هي قبائل بكر وربيع ومضر وكل هذول الكلام، وقلت لكم حتى بقول لك انتم جيتوا من السمحت لدوا ما خالد بن الوليد مين قاتلوا قاتلوا تغريب وبقى هدول مضر ربيعة هدول جماعة ربيعة وقت اللي اجى خالد بن الوليد بتفتح المنطقة وقتل طرد الفرس من الساسانيين والمدائن مين قابلوا الفرس قابلوا من قبائل عربية تبكروا الأكراد بهاي المعركة هل حدا فيهم كره هاي امبارح موجوده يعني ما بعمل زور التاريخ بالتالي انا بس حبيت اعرج على هاي النقطه اليوم لانه استفاد هذا المباراه بعد بعث لي تهديد وعم يسبني وعم يشتمني وعم يقول عني كذاب انا مش كذاب طيب هاي الوثيقه فيكم تنكروها هذا الملكه عربايه اللي هي الفرات والحسكه والمناطق هاي كلها هاي عربايه وهاي ديار بكر وربيعه مدركمي انت تقول لي هوريين وحسنيين جبنا لك كتاب من عندكم قال لك احنا كذابين احنا ما عندنا وهذاك الدكتور اللي قتلوه اللي قتلتوه اللي قال لك احنا كذبين ماشي بالتالي لانه واحد ثاني بعث لي مقطع فيديو قال بدي يطردوا العرب من الجزيره العربيه وقال هذول اجوا احتلوها وانا بقول لك اول شيء موضوع الغمر او شيء اراضي عربيه سوريه بعدين بقول لك احتلوا تل رفعت تل رفعت مو مدينه سوريه وهذا الجيش الوطني السوري بعدين بقول لك يا اخي يا شباب يا اكراد انتوا عم تقولوا انا ضدكم انا عم اجيب لك وثائق تاريخيه كباحث بعدين نحن ضدكم انا ما ضدك بالدليل يا اخي تردوا هذول الارهابيين اللي عندكم تبع جماعه قنديل تردوا وتعالوا نتفاوض تجي تقول لي والله بدنا نحط هذا مصدوم جنرال طب هذا انسان امي يعني شو يعني هذا بعدين متهم بجرائم حرب وقتل اللي قتل ابناء تل رفعت وسحبوهم بالسيارات ما هو مسؤول عنه هذا يجب ان يحاكم ويحال الى المحكمه العسكريه هذا المجرم الارهابي بعدين ما دخلوا لك لي يعني انسان امي وعندي انا الوي وعمداء وجنرالات وعالم دورات في كل بمراكز ومدارس ابحاث ومدراء اركان وبحط لك هذا الارهابي اللي ما بنعرف شو اسمه بحط لك يا قائد مثلا بعدين ترود هذول الارهابيين من عندك تعالوا ادمجوا وحل لي اياها قصد ما بنقبل فيها ولا بشكل اشكال مهما كانت الظروف ما في شيء اسمه قصد وما بنسمح بقيام جيش غير الجيش العربي السوري جيش هلا بتقول لي ليش عربي سوري برجع بقول لك روح يا اخي على كتاب فان دام اسمه هذا الفرنسي كنت عم بحكي لكم عليه فان دام اسمه الدكتور فان دام كان سفير هناك عنده كتاب نيكولاس فان دام اعتقد او نيكولاس فان دام اعتقد هكذا شوفوا الكتاب تبعه قال لك انتم 7% والعرب 86% يعني قال لك المسلمين السنه 56% وحكى على حكى على الاسماعيليه وعلى العلويه وعلى الدروز وعلى كذا هذول كل العرب والمسيحيين كل العرب يعني المسيحيين هن الغساسنه الغساسنه القبائل العربيه والقبائل العربيه الاخرى اللي هن عرب يعني المسيحيين بسوريا عرب عرب بالتالي احنا فوق 86% مش انت ديمقراطي تعالوا نروح على الاستفتاء والاستفتاء 86% هل يقبلون ان يكون دوله عربيه او لا هل يقبلون بلغه اخرى غير اللغه العربيه وهل يقبلون ان يكون في حزب الله ارهابي متطرف في سوريا ما انتم ديمقراطيين ما تعبقون احنا جماعه ديمقراطيين اللي فتحنا على الكل بس بين حقوقنا وبالدستور طبعا يا دكتور نصر الحريري بدي ارجع لنصر الحريري يا دكتور نصر الحريري انت تحدثت امبارح عن تغيير الرؤيه السياسيه انا بعرف ان الرؤيه بتكون ثابته بس الاستراتيجيه بتتغير التعامل السياسي هو اللي بيتغير رؤيتكم السياسيه كائتلاف ولا رؤيتكم كثوره لان احنا الثوره انتم ذاكرينها في البند الاول عندكم واذا بتحب انا بذكرك بهذا الموضوع اللي انتم ذاكرينه الهيكل الائتلاف واهداف الائتلاف ثوابت الائتلاف طيب انا يتدل الائتلاف الحفاظ على السيادة الوطنية واستغلال القدرات الحفاظ على وحدة التراب الوطني الحفاظ على وحدة الشعب طيب اوكي خد يا دكتور نصر طيب انت حكيت عن تغيير الرؤيه السياسيه قريبا طيب ما هي الرؤيه ثوابتكم طيب بدي احكي على ثوابت مش هي ثوابتكم يلتزم الائتلاف بدكم تغيروا يلتزم الائتلاف يعني انتم تقولون يلتزم الائتلاف بالثوابت الوطنيه اللي الثوره السوريه والسند اليها في شرعيته من اهم هذه الثوابت الحفاظ على السياده الوطنيه واستقلال القرار الوطني السوري وبتمنى في المره القادمه تكتبوا القرار الوطني في الجمهوريه العربيه السوريه
طبعا الصياغة صحيحة، الوطن السوري، ولكن في ظل انه في علم اقلية 7%، ولا 7%، الاكراد كلهم 7% والسوري الديمقراطية 0.5%، يعني واحد بالالف. يعني لانه قلت لكم في، يعني هون في المانيا ما هني قتلونا، بعدين انتم ما بكون ديمقراطية سلمونا قتلك، احنا باعتبارنا نحن الدولة عندنا شرعية من المجتمع الدولي، سلمونا قتلت مشعل تمه، مش قتلوه السوري الديمقراطية، قتلوه سلمونا مشعل، قتلت مشعل تمه، وسلمونا الناس اللي سحلوا الناس الجنود الجيش الوطني بعفرين، مش انتوا ديمقراطيين، مش عايزين انتوا، تعال نعم حكيكم، مش انتوا ديمقراطيين، تعالوا على الاستفتاء. وبعدين بيطلع واحد بيقول لك يا اخي الاستفتاء يخص الاكراد، يعني ما بيخص، يعني بنجيب الاكراد ونقول له انتوا بدكم دوله ولا ما بدكم دوله، وهذا هذا كلام هراء واكل هوى، وانا ما بدي انزل هذا المستوى من السفاه. طيب هاي يعني انا ما بعرف بدك تغير بهذا الموضوع. بعدين الموضوع الاخر لفتني، الاهداف الائتلاف، لا هاي عم ادخل عم اوريك انا شو انتقاد الفكره الائتلاف. طيب تهدف الائتلاف مش هاي الثوابت الاطلاق المبادره السياسيه، الرؤيه السياسيه، يمكن تحدث عن تغيير الرؤيه السياسيه. انا كل مكان لا تسكن فيه الجمهوريه العربيه السوريه انا بتحفظ على هذا الموضوع. ليش؟ لانه في طرف اخر عم يقول لي انت مانك عربي، عم بدي يدعي عني عروبتي، بس هو كردي، هو بيقول لك انا كردستان بس انت ممنوع تقول عربستان، هو كردستان بس انا عربستان، لا هو بده يكون كردستان بس. طب ما انت ديمقراطيه، ليش انت كردستان انا مش عربستان؟ وهي فرجتك الوثائق، انت ما عندك وثائق، انت ما لك اي وجود عندنا بسوريا، انت لا بسوريا ولا بالعراق. قلت لك خلوا لا خلوا السفير القنصل وزير الخارجيه، خلوا انا موجود باربيل وهي تبع 7 ايام. طبعا اكيد ما كان ركب على الحمار ولا كان ركب على جحش، الجحش هو ابنه للحمار، يعني الجحش بيكون صغير بس كبر بصير حمار، عشان تفهموا في كثير عالم ما مقتنعين انه الشمس بتشرق من الشرق. بالتالي او عم بقول لك القنصل البريطاني موجود، يروح على بريطانيا. يا اخي انا كذاب، انا مش كذاب وانا حاقد مثل ما مقدمين على صفحاتكم، ردوا علي يا اخي القنصليه لوزاره الخارجيه البريطانيه، روح على شوفوا فيه هيك كتاب، قالوا انا في اربيل وهي تبعد 7 ايام عن منطقه الاكرام. طبعا هو كان راكب على الحصان ولا راكب بسياره؟ وشو نوع السياره؟ يعني 7 ايام بالسياره يعني انتم صرتوا باذربيجان، يعني الاكراد صاروا باذربيجان 7 ايام بالسياره. هذا القنصل، وهي فرنسا بنتها للقامش اللي سبيتوها قامش له، اللي بنتها فرنسا وهي ارض عربيه، عملت لكم مخيمات وجابت لكم من تركيا وسكنت تركيا، في تنفي هاي هذا الارشيف الفرنسي. يا اخي يا اخي انا كذاب، هذا الارشيف الفرنسي، رد علي بوثائق. وتيجي تقول لي نحن مدري شو تاريخنا مدري شو، مثل هذا اللي امبارح عم اقرا كتاب جاب واحد اوروبي يحتكم له ويستشهد به، قام الكلام وما عجبه، هو بنفس المقال بالكلام ما عجبه قال له هذا كلام خطا، لو انت جاي تستشهد به وانت كل حديثك مبني على كتابات وعم تستشهد به، وقت اللي قال انه هني من القوقاز وما عارف شو وحكى بهي المواضيع اللي نحكي فيها، قام قال له لا انت ما تحكي. طيب انتم هون قايلين هذا الرؤيه السياسيه، سوريا دولة مدنية، المفروض تقول الجمهورية العربية السورية دولة مدنية ديمقراطية تعددية. طب هذول مو ديمقراطيين، هاي كاتب لك بثوابتنا انه نحن دولة مدنية ديمقراطية تعددية، وحتى مش كاتب لك دولة الجمهورية العربية السورية، كاتب لك سوريا. طيب هاي ما بعرف شو بعدين تعترف الدولة السورية رسميا بمختلف المكونات القومية للمجتمع السوري. جيد ان تقول هذا الكلام انه تعترف، بس انا بدي افهم شو قصدك بكلمه تعترف. يعني انا عم اتحدث كرجل دولي وربما يكون من المشاركين في كتابه الدستور مثلا، يعني وقت بتقول لي تعترف ما هو الاعتراف، ما شكل الاعتراف؟ انا بدي افهم، هذا كلام فضفاض بالنسبه لي. انت مالك وانا عم تحكم مع واحد بالطريق، انت وقت بتقول لي الاعتراف بالمكونات بتعرف شو هي المكونات اصلا، شو بتقصد بالمكونات؟ يعني انت بتقصد ان احنا الاكثريه مثل ما بيعملوا للاكثريه 86% تعتبرني مكون، وتعتبر نص بالمية، النص بالمية هن قصد نص بالمية، لان الاكراد كلها 7%، 7.5% يا سيدي. هذا نيكولاس فان دام عم تقول فرنسا مش انا، وطبعا انا بشكك اني اقل حتى، لانه هلا بعد ما راح هذول 7% بعد ما قتل وكذا وصار كل هالكلام ما صاروا 5% بدهم يفرضوا علي ارادته. ما شو لو طلع القبائل العربيه امبارح، القبائل العربيه مسحت فيها الارض، ليك امريكا وعم يضحكوا عليك وعم يقولوا ليك امريكا عم تحكوا لانه هن القوى الوحيده اللي قادره على اسقاط النظام، ما امريكا عم تعمل كل هذا عشان تنقذهم، ما العشائر العربيه امبارح اكلتهم الاكل وعملت وفد لحالها، واذا طلعت العشائر العربيه سقطوا هن سقطوا مباشره، لانه لا ايران اعترفت بهم ولا العراق، وحتى مسعود برزاني ما اعترف بهم، لان مسعود برزاني اعتقد يدعم جماعه الائتلاف الوطني، انا اتحفظ على كلمه الائتلاف الوطني الكردي، انا لا اقبل ان يكون هناك مكونات. وهذا احد ما اخذ عليك يا دكتور نصر حريري، الماخذ الاخر يا دكتور نصر حريري، هو انت بخلال كلمتك تحدثت اكثر من 10 مرات على المكونات والمكونات، وهذا اكبر كارثه واكبر خازوق ضد الثوره السوريه، وهي كارثه. ارجوكم لا تتحدثوا بمنطق المكونات، نحن ما لنا مكونات، نحن الشعب الجمهوري العربي السوري، نحن الشعب السوري،
نحن الشعب السوري، نحن مش مكونات. وإذا كان القضية قضية مكونات، أنا ما بقبل تقول 86%، مش أنا، أي عالم أي روح لعن طالب سنة أولى بالعلوم السياسية، انسى من هذا الطبال والرقاص وهذا خريج البارات والكبريات اللي قالت لي يا أستاذ، وقال لي يا أستاذ أنا ماني أستاذ، أنا ماني أستاذ، وعاد رضيته ونزعته غصبا عن التاريخ الأخير، كل واحد له مكانه. يعني ما بدي أفضل أستاذ لأنه يعني عندي ضعف شخصي. على كل حال انه والله الاكراد اللي يا حبيبي يا حبيبي امريكا الان يا دكتور نصر، امريكا الان عارفه انه حتى مسعود البرزاني ضد هذول يعني جماعه قنديل، حتى ممكن يعتقد انه سلموا الاصل لتركيا، وهو تحالف مع صدام حسين ضد طالباني بالاخير، حدا بيقدر ينكر هذا الكلام. بالتالي لا ايران تقبل فيهم، لا تركيا تقبل فيهم، ولا نحن كسوريين بنقبل، كسوريين وليس عرب سوريين، ولا بنقبل نحن كعرب اللي نقول نحن اكراد انه نحن نكون مكون. طالب سنه اولى بالعلوم السياسيه مش خريج كبريهات وبارات واكبر شهاده الميلاد، واحد جنرال واحد خبير استراتيجي ومحلل اعلامي وبيحكي لغات كمان، ما شو سنه اولى علوم سياسيه او تريد حقوق قول له 86 مثل 7 مثل النص، بقول لك لا منين جبت هذا الكلام؟ هذا بالرياضيات 1+1 يساوي 2، بس بالسياسه ما فيها كلام، ما فيك تقول مملكه البحرين دولي والولايات المتحده الامريكيه دولي، الفاتيكان دولي والولايات والصين دولي، حكومه عباس في فلسطين دولي والصين شعبيه دولي، هذا كلام بالعلم السياسي اسمه عبط 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 اسمه. قلت له 86% مكون ونص بالمية مكون، وأنا لا أقول الأكراد، أكراد إخواننا، لأن الأكراد ما هم سوريا الديمقراطية، ليكن هذا رابطة المستقلين الكرد، حتى هم بألمانيا من خيرة الناس من أحسن الناس، وهذا عثمان اللي طردوه ومشعل تمه اللي قتلوه والشباب الكرد اللي ذبحوه هم هذول وانشقوا بعدين عملوا الطرف الثالث وجابوا هذا يبيض قمح تبع قمح هيسمنا. بالتالي بأي منطقة تحكي لي على المكونات؟ 86 متر النص، وأقول وأقل من النص 0.1 حتى، هذول يعني كم عدد؟ إذا هني بقصد إني أقلية صحيح مسيطرين بسبب إنه أمريكا حطته قاضي وحاط العرب تابعين لأنه للأسف الشديد، لكن مكتوب على يا شباب اللي ما عجبوا هذا الكلام يشوف التعليقات على صفحتي. بالتالي إنه خطأ إنك تحكي عن المكونات، ما في شيء اسمه مكونات، ولا توقع بهاي الخطأ يا دكتور أرجوك، لا تتحدث عن المكونات، قول الشعب السوري، الشعب السوري، إذا ما بتستخدم كلمة الجمهورية العربية السورية عشان ما تزعلهم، ماشي أنا الجمهورية العربية السورية حتى لو لغيت هذا الاسم، وسوريا عربية سيلك والعراق، ما شالوا كلمة العراق، هل تغير أصل العراق العربي؟ حتى رئيس العراق الكردي هو كان رئيس الجامعة العربية فترة من الفترات، يعني رئيس العراق ما هو كردي، راح وابتدح قمة أو كان رئيس جلسات الجامعة العربية، بالتالي شيل كلمة العراق عن العربي، العراق العربي عنه ما ألغت عروبته، هو مؤسس الجامعة العربية، ولكن إنك تتحدث بهذه المكونات وأنت عم تخدمه، بعدين أنت هو كاتبين فقرة تنتهي سوريا الجديدة، سوريا الجديدة يا أخي الجمهورية العربية السورية تنتهي الجمهورية أو حكومة الجمهورية العربية السورية، المهم سوريا الجديدة، النظام الديمقراطي الانتخابي خيارا وحيدا لها، طيب يا سوريا الديمقراطية هذا الإخفاض اللي ساقنا، تعتمد سوريا مبدأ الانتخابات، مبدأ الانتخابات لاختيار ممثلي الشعب، اقول لك روح انتخب وفوز يا مانتو ديمقراطي، لا هني مانو ديمقراطي، هو كردستان، قل له مين كردستان ما بيعني، قل له شو يعني كردستان ما بيعني، قل له شو تاريخك ما بيعني، قل له شو الاثر الحضاري والتاريخي، يا اخي قل له رجل هو ترك وراء عظمي، ترك وراء جلدي، ترك اي شيء في العالم، ترك وراء مخلفات تدل على حضارته، انت شو ترك؟ تقول لك ما عنده جواب، يقول لك احنا هوريين وحثيين وبابليين واشوريين وفينيقيين، وبياخذك وبيجيبك ما بيقدر يعطيك مصيره، بيقول لك احنا مدينين ما عنده وثيقه انه هو بيدي اصلا. على كل حال يعني مش الديمقراطيين اللي عم يقرا كل هذا الائتلاف، بقول لك تعتمد سوريا الجديده قانون للاحزاب السياسيه واخر الانتخابات، بقول لك تستقل السلطه القضائيه تماما، التنظيم منع الاعتقال الكيفي، طب انت هون يا دكتور دكتور نصر عم تقول منع الاعتقال الكيفي، ومبارح جمعتكم اعتقلوا الناس اللي انتقدوا الفصيل الفلاني وما اعتذرتوا على هذا الموضوع، ما بعرف اذا اطلقتوا صراحه هذول الناس، وهذا انتم عم تمارسوا الاعتقال، ما عم اقول لك انتم بتحكوا شيء وعلى ارض الواقع، هلكم مبارح اعتقلوا، انا عملت حلقه على هذا الموضوع. الامر الاخر هم في كلمه تعترف الدولة السورية رسمية بمختلف المكونات القومية المجتمع السوري، يا سوريا الديمقراطية عم اقول لك سوريا تعترف بالمكونات، انا بقول لك تعترف؟ لغيتي 0%، انت كقصد 0%، 0.001، انت لانك انت لا تمثل الاكراد، ذبحت الاكراد، انت قتلت مشعل تمه، انت قتلت طردت عثمان وطردت رابطة المستقلين، يعني المجلس الوطني الكردي ما
ماني معك، الرابطه المستقله لك مش معك، جماعه مش على دمه مش معك، الاحرار الشباب الكردي مش معك، انت صفر، انت مستقبل العالم بيصير على امريكا، واذا سحبوا العشائر العربيه انت لا شيء، وهذول عم يضحكوا عليك وعم يخدعوا الناس، عم يقول لك انه تركيا امريكا عم تسعى وتضغط عشان تعمل لانه امريكا اقتنعت انه هذا تنظيم فاشل لا مستقبل له، لانه البارحه العشائر العربيه خرجت عليهم بدها تاكلهم اكل، يعني لولا امريكا اكلتهم العشائر العربيه العقيدات، مع انه هن جزء منهم. وللاسف الشديد، وللاسف الشديد يا ابناء العقيدات، يا ابناء النشامه، يا اخواتنا، انه تكون تابع لهذا المدع شو اسمه يا اخو هكلا، يا جماعه عقيدات، يا جماعه شيطات، يا جماعه ما بعرف مين هذول عشائر المتصفين معهم، يا اخي لا تثقوا باحمد الجربه، يا اخي هذا يبحث عن مصالحه الشخصيه، عن زعامته، وحقه يبحث عن مصالحه الشخصيه، بس مصالحك الشخصيه ما تكون اكبر من الوطن، يا احمد الجربه من حقك تبحث عن مصالحك الشخصيه كما ابحث عن انا طموحاتي الشخصيه، ولكن هل ما طموحاتي الشخصيه اكبر من الوطن؟ يعني انا مجرد ان اتحدث بهذا الحديث الان لن اخرج ولا على قناه اعلاميه عربيه ولا على امريكيه حتى، يعني انا حكمت على نفسي بعد الظهور الاعلامي باي محطة التلفزيونية، لأن تعرفون أن معظم الدول العربية تدعم التنظيم الإرهابي الكردي المسمى بقصد لعشان ضد تركيا وعشان هذه المنطقة، وبعض الدول تريد تقسيم المناطق كلها، تريد تقسيم الجزائر ومصر وكل هذه الدول يسووها دول صغيرة كده. المهم بالتالي هاي عم اقول لك يا قصد، عم اقول لك احنا عندنا انتخابات وكذا، وانا برجع بسالك يا دكتور فيصل بدكم تغير الفقرات انه تعترف بالمكونات القومية، بدي أعرف أنا ما هو نوع هذا الاعتراف، بدأ تكتب بالدستور أن سوريا تتكون من العرب وسوريا الديمقراطية مثلا، لأن سوريا الديمقراطية لا تمثل الأكراد، هي تنظيم، هي مجرد حزب يسيطر على حزب الله، يسيطر على البقية بالسلاح، هو 0.1% من السكان من الشعب الكردي، اللي الشعب السوري الكردي اللي هو كلياته على بعضهم مليون ونص في سوريا، وهلا طلع منه 500,000 ما ضل مليون، كيف بدهم تقبله؟ والمليون كم واحد منهم حزب العمال؟ وبالتالي يعني انا بدي يعني هذا كلام خطير، هذا كلام لا يقبل الا بالاستفتاء، يعني على اي اساس انا بدي الغي الجمهوريه على سوريا عشان ارضي واحد ما بعرف شو اسمه، هذا الجنرال ما بعرف شو اسمه، وهي الارهابيه، بعدين بقول لك احنا ديمقراطيين راح التقوا بالارهابي او الشبيح قدر جميل، وش هذا؟ وجده لقدر جميل هو مؤسس الحركه الكرديه اصلا. يعني شفتوا كده عم يكذبوا، يعني امريكا الان كل مساعي امريكا لانقاذكم، لانه العراق سلمت، امريكا سلمت الكتائب، سلمت كل القواعد ل امريكا سلمت قواعدها، امريكا امريكا خذ هذا الخبر عشان تعرفوا انه انا ليش جبت هذا الكلام. اعلن التحالف الدولي بقياده الولايات المتحده ان قوات التحالف انسحبت من قاعده التاجي العسكريه في العراق وسلمتها لقوات الامن المحلي. وشرعت القوات الأمريكية والتحالف الدولي في تسليم قواعد بالقائم والقيارة ونينوى وكيوان في كركوك محافظة شمال العراق العربي للقوات العراقية. يعني سحبوا منه هذا الكلام، إمتى كان هذا الكلام؟ كان أعتقد بهذا الشهر، وكان في عندك بأربعة إبريل نيسان، بشهر من نيسان هذول تحت القسم، بشهر نيسان بأربعة أبريل نيسان سلموا القسم، والقسم الثاني سلموه من 10 أيام سلموا هذا الموضوع. يعني العراق، أمريكا سحبت من العراق، وشفتوا أنتوا هلا عرضت لكم وقت اللي سحب قرر ترامب دغري ركضوا لعند روسيا وركضوا لعند بشار داخل جريك حمينا، عشان تعرفوا أن وقت بيخدعوكم يقول لك إحنا إنه القوة المسيطرة على الأرض ونحن التنظيم، هن أمريكا عم مساعي الأمريكية لإنقاذكم، لإبقائكم على قيد الحياة، ليس لأنكم أقوياء، ليس لأنكم أقوياء. خذ أنا ما في يا أخي، أنا أتحدث بمعلومة، هاي معلومة، هل هذا كذب ما هو موجود الآن أمام حضراتكم على الشاشة، هل هو كذب أم حقيقة؟ طيب حالة من الغيان، ليش أنا أقول لك إنه حالة من الغليان والغضب الشعبي المتزايد يشهدها ريف دير الزور احتجاجا على إمعان ميليشيا. هذا كلام على فكرة من القبائل العربية، مش كلام يعني عشان تكون بالصورة، أنا عم جيب لك وثيقة، أنا هذا كلام موجود، وحتى واحدة من بنات العشائر الكبار هي كانت هي كلام أشد منه، ماشي، بس أنا بحاول اختصر. ميليشيات قصد الإرهابية المدو، هيك كاتبينها بالحالة، ميليشيات قصد، طبعا هو لازم يكتبوا تنظيم قصد الإرهابي المتطرف أو شديد التطرف المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، من تنكيل بالأهالي إلى حصار عدد من القرى والبلدات، إضافة إلى اختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر.
قتلوا. يعني هذا الكلام ليش انا عم اقول لكم انه وقت بيحكوكم بيقول لكم انه احنا انه امريكا عم تحكينا للاخوه؟ لا، امريكا عم تحكيك لانك انت ضعيف، لانك انت ضعيف، لانه اذا طلعوا العشائر العربيه او قبله البارحه انتم وقت اللي طلعوا عليكم العشائر العربيه بهربتوا عند امريكا وجينا نقول امريكا اجتمع مع العشائر العربيه بلش هذا الموضوع، ولا لما يجي الامريكا يتدخل الا العشائر العربيه اختلعوك من جزورك شالوك عصر لك جزور كما لك اي جزور، انت من جبل قنديل. وانا برجع اقول لاهلنا العشائر العربيه يا اخو هدلا يا انتم مشايخ يا جماعه، انت شيخ، انت لابس مشط وكذا، انت شيخ، كيف بتقبل تقولوا لهذا ما بعرف شو اسمه، ما بعرف شو اسمه مظلوم عبدي، ما بعرف شو كوباني، ما بعرف شو بسمي حاله، بعدين كيف بتقبل انه يغيروا لك اسم اسم مدينتك، وبعدين يسموا لك روز جعفة؟ منين انا بعرف الرهى والرهقة من يوم الله خلقها لليوم، كيف بتقبل تقبل بهذا؟ انت بتقول لي يا اخي نحن شو، لا انت مالك شريك، بدليل انه غيروا الاسماء، بدليل وقت اللي راح على روسيا راحوا هني على روسيا، ما انت رحت يا شيخ القبيله يا شيخ العرب همام، هني اللي راحوا على روسيا. يعني هل الارهابيين الممثلين الارهابيين التنظيم الارهابي المسمى بسوريا الديمقراطيه بي واي دي تم تغييره بناء على طلب امريكي وليس بناء قناعه بالديمقراطيه، والفيديو موجود بصوت وصوره، والجنرال كيف عم يعطيهم تعليمات وعم يضحك وعم بترجم عشان ما حد فلسف. يا شيخ العرب هني راحوا على روسيا وقابلوا مين؟ قال هني من ديمقراطيه راح قابله حفيد مؤسس ما يسمى ب يعني احد اعضاء جمعيه الترقي، او هي كان اسمها جمعيه احياء وارتقاء الكرد، تاسس 1908 تاسست في امريكا بالاصل، هو فتح له راح انضم هم انضم طبعا بعد ما كانت الدوله العثمانيه علمته الزراعه وعلموه بالسانه. على فكره ابوه لقدر جميل كردي تركي، على فكرة قدر جميل عشان تقولوا نحن ليش بقول عنكم قدر جميل جده وأبوه هو مواليد الدرباسية في مدينة الحسكة العربية السورية، هو جده تركي يعني درس بألسانة وكان من جماعة التمرد الشيخ سعيد، هو من جماعة ارتقاء الكرد الجمعية اللي أسسوها بأمريكا أعتقد 1908. يعني بقول لك احنا ديمقراطيين بس راح التقوا مع حفيد أكبر إرهابي متطرف بالتاريخ الذي يزعم بالقومية الكردية. هلا اخواني واصدقائي وشرفاء الاكراد بيتاثروا وبيحتجوا انه يا اخي انا جبت لك قلت لك هذا صندوق لك وانا اعطيتك قلت لك هذا صندوق وهي ضعته وهي مكانه وهذا تمثاله، اعطيني انت وثيقه يا اخي. انا عم احكي كالعلم يا اخي، هل تزعل من العلم؟ هل تزعل من العلم؟ يعني هل تزعل من العلم؟ هل يزعجك الحق؟ انا بعنوان برنامج اليوم عنوان برنامج من برلين، ولكن برنامجي اسمه ما هو الموضوع وما هي الحقيقة، وأنا أسأل بما هو الموضوع وما هي الحقيقة. هل قول الحق أصبح جريمة في زمننا هذا أم أن الحق هو مطلبنا جميعا؟ هل البحث عن الحق والمعرفة والوثائق والحقائق والإدلاء بالتقارير العلمية الموثقة بالتاريخ والجغرافيا بالصوت والصورة والحقائق هو مطلبنا جميعا أم أنها أصبحت جريمة في زمن العنصريين الشعوبيين التي تخلى العالم فيه، جميع العالم تخلى فيه عن القوميات والعرقيات إلا هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون ما كانوا يعيشوا العرب في الخمسينات وفي نهاية الأربعينات في المد القومي وأيام الناصرية؟ فما هو الموضوع وما هي القضية؟ هل الحقيقة مطلوبنا جميعا أم لا؟ فما هو الموضوع وما هي القضية؟ أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم في موضوع مفصل عن هذا الموضوع الكردي. برجع أقول للدكتور نصر حريري، عندما تتحدث عن المكونات عليك أن تقف عند هذه النقطة بتمعن، لأنه خطأ تتحدث عن المكونات، لأنه هذا أنت أصلا عم تخدم عناصر، هذا خلاص الحديث. أنت وقت عم تقول مكونات عم تخدم المشروع الانفصالي الإرهابي الكردي، وأنت تعرف أنه المشروع الانفصالي وعم بتقول له تعال نتحاور، بقول لك أنا كردي، أنت ممنوع تكون عربي السنة، أنا كردي ماشي، أنا كردي السنة، أنت مش عربي السنة ماشي. لا تحكي بموضوع المكونات، أنت ذكرتها 10 مرات وهي كانت كارثة بالنسبة. الموضوع الآخر أنت بدك تطور، حلو أنك تعمل مع الشباب والنساء، ولكن فرجينا شيء على الأرض، سوق ذلك إعلاميا، مكتبك الإعلامي فاشل، حتى الكلمة مستخسرين يحطوا اليوتيوب تبعك ضمن النص الكلمة ضمن الموقع الانترنت. أنت حتدس على المكاتب، أنا فتت دور على المكاتب وعلى سفيرنا، يا أخي سفيرنا مش سفيرنا، مش احنا برلين مش سفيرنا، ما أعرف مين سفيرنا وعلى أي أساس تم اختيار هؤلاء الناس وعلى أي أساس تم اختيار أعضاء المساعدين. المساعدين طيب يسميكم تبعتوا الناس يتنفعوا، يعني تعملوا مكاتب تحطوا فيه 3-4
اشخاص تبعثونا كمان، نحن ما عندنا عائلات يعني، عندنا اهل وعندنا ناس، وبتعرفوا انت شو وضعنا. طب انه نحن على الاقل نحن يعني معروف يعني، قول شو السي في تبعك، بعطيك السي في تبعي، بجوز السي في تبعي هذا يغلب اكثر من نص العالم الموجود عندك بالهيئة. وليس فخر، بس الواحد بالاخير يعني زمان عملت له دورات، عمل شيء 200 دوره بمراكز بحوث. المهم بالتالي يا استاذ يعني هذا من باب المدعاني يا دكتور، انا بدي اعرف شو هو اللي اخترته، تحط لي اياهم على اليوتيوب على الانترنت، وتحاسب هذا رئيس المكتب الاعلامي او المتحدث الاعلامي اللي عندك اللي اسمه احمد رمضان. وانا بنصحك تشيل، انا نصيحه اني لك نصيحه لامين، هذا ما بيسمى، هذا ما بده احد مربي في عندنا البعث، وحتى يطلع يرد على هذا الكلام. المكتب الاعلامي تبعك يعني كل هذا الكلام فت على الموقع تبعكم، عرضت لك يعني برجع بعرض لك الان امامك، وانا شكل ما مكتوب شيء، وانا كباحث يعني بدكم مقال يا اخي، بدكم بحث، ما لقيت اي كلام مني يعني، لقيت كلمه حتى في كلام انت قلته بالموضوع، بعتقد ما نفرغينه كله بالدقه اللي انت قلت فيها يعني، الفيديو امامي الا. بالتالي جيد انك تخاطب الغرب باللغه التي يفهموها، وهذا مكان عنوان مقالي في عام 2012 في موقع قناه العربيه، جيد والفكره جيده، ولكن يعني تجي تحكي لي على المكونات، المكونات ما انت عم تخطب تنظيم الارهابي، ما هو عم يقول لك احنا مكونات، وهذا كلام خاطئ، احنا 86%، العرب 86% وقصد نصف بالمية او 1.0.1 حتى مش نص 0.1، لانه قصد لا تمثل اكراد، بدليل انه انت عندك جزء من الاكراد وهو مكون كبير اللي هو الائتلاف الوطني السوري. وانت عندما تتوجه الى الامريكان الحديث مع الامريكان، قول لهم يا اخي هل على اي اساس بدي اتحدث مع تنظيم قصد او الاداره الذاتيه؟ تحدث معه كاقليم، مين منحه هذه السلطه؟ شو شرعيته؟ شو نسبته؟ تعالوا نعمل نسبه تناسب. بعدين هل الاكراد كلهم موافقين؟ لا، يعني الاكراد اللي ساكنين بالشام اخواننا واهلنا واحبائنا واصدقائنا اللي موافقين يكون رئيسهم هذا مصطفى كوباني، ما بعرف فرع ابو مين او شو شهادته، يعني واحد مثلا دكتور مهندس او عميد ركن او شيء موجود بدمشق ولا بحمص ولا باي منطقه، يجي يقول له مظلوم هذا ما في اسمه الجنرال تبعه، يقول له سيدي مثلا، او دكتور او دكتور او طبيب او مهندس، يجي لعند مظلوم يقول له سيدي، او هاي الهام احمد ولا هذا شو اسمه هذا الارهابي الكبير اللي بيطرد بالعرب، صالح مسلم اللي هو اول من قال بده يطرد العرب من المنطقه ونحن احتلنا، وبنجيب له الوثائق من الحسكه اللي هي بنتها فرنسا. عشان بالتالي الحديث عن المكونات خطا، تمكين المرأة، ولكن عليك تسويقه إعلاميا بشكل جيد. نحن ممكن نساعدكم في هنا بأوروبا من خلال علاقاتنا في الإعلام والصحافة والتلفزيون وكتاباتنا ومركزنا، ممكن نساعدكم، ممكن نعمل نشاطات هون، وخاصة في باعتبار ألمانيا هي الآن رئيس الاتحاد الأوروبي، وهي تقود المجتمع بعد ما طلعت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بقى فرنسا وألمانيا، فرنسا مهما طالت، وهذا ماكرون نطوات بالأخير ديكو. أنا بعطيك مثال، كان بده يفرض ماكرون واليونان بده يفرضوا عقوبات على تركيا بالاجتماع الاسبوع الماضي، المانيا قالت اسكت وكلها ولم يستطيع فرض، لانه المانيا منعته من الفرض. بالتالي يجب تسويقه اعلاميا بشكل جيد، كما هن هذول ليش نجحوا؟ لانهم كل شوي بيطلعوا لك النسوان تبعهم جايبينهم من جبال قنديل وملبسينهم مثل الرجال وكذا، وطالعين لنا مصورين هن مسلحين ومناضلين، هن مناضلين ضد الديمقراطيه، قتلوا كل واحد وقف ضدهم، اول واحد مش عارف كله، وهجروا كل الاحرار الكرد ورابطه المستقلين الكرد، قول رابطه المستقلين الكرد اللي فيها مثقفين ومفكرين وعروبيين وسوريين اكراد سوريين، يعني بقصد سوريين اكراد ضد هذا الكلام. المجلس الوطني الائتلاف، بعدين بتسأل سؤال، طيب انت الائتلاف الوطني بسموه الكردي عم يتصوب معهم، طيب انت شو الضمانات اللي عندك انه هذا ما ينضم لهم ويطالب بالاداره الزاويه والفدراليه؟ بعدين انت تتحدث عن اللامركزيه، انا بدي اعرف ما هو المقصود باللامركزيه. دكتور نصر حريري ارجوكم لا تقولوا كلام مبهم او كلام سينحسب عليكم ويكلفنا الكثير. يا اخي انت بتعرف انه هني بدهم لامركزيه كرديه مش لامركزيه هذا، بدليل يا اخي العرب مش معهم العرب الان بقصد القبائل، اعطينا المناصب المسلمين العرب، امبارح اعتقلوا قائد احد فرق تبعهم، راح اعتقل واحد شبيح من سوريا، ما بتعرف منين جاء، راح اعتقل رئيس عشيره او قائد من احد العشائر السوريه، بالتالي هؤلاء ما بدهم فدراليه، بدهم فدراليه كرديه، نحن ما عندنا مش بدهم فدراليه، انا اكثر واحد مستفيد من فدراليه بحمص، بالتالي نحن فدراليه على اساس انتخابات، ما في شيء اسمه كردي، ما في شيء اسمه اقليم كردي، ما في شيء اسمه بلدية كردية، حتى لو كانت تدعى كل أكرم، هاي اسمها الجمهورية العربية السورية، اسمها سوريا العربية، اسمها سوريا، ما في كردستان غربي. بعدين يا أخي أنا بتعطيك فكرة، يا ناصر حريري، طب ما أنت بدك تلعبوا سياسي، ما نعم لعبوا سياسي، طب قول أنا بدي ألعبكم سياسي، أنا مش أنتوا سوريين، أنا بنقعد نحن وياكم نتفاوض،
ماشي. اول شيء هذا الارهابيين والمجرمين اللي خارج سوريا تطردون، وبتجيب السوريين اللي معهم هويات سوريه حقيقيه بتجيبون، والناس المتعلمين معها شهادات ودرس الجامعات السوريه والجامعات الاوروبيه معها شهادات. انت قلت حكيت على شهادات البارحه، لانه بتعرف انت البوق الاعلامي تبعه واللي عم يطول على هيثم المالح من وقاحته، رجل عمره 90 سنه، 90 سنه يعني من قبل الحرب العالميه الاولى، ولا يعني ادام الله بقاؤه والله يعطيه العافيه، تتفق معه وتختلف معه، رجل عمره 90 سنه طبعا بده يسخر ومنه يستهزئ منه، وهو محامي وشيخ المحامين بغض النظر، هو رجل محامي. قالوا لي صور واحد عمره 90 سنه محامي، وانتم اكبر شهاده معكم يا شهاده الميلاد يا ما معكم شهاده ميلاد، حتى واحدكم مثل تسمع بدكم تطول على هيثم المالح. طبعا عديم نسبه بدي احكي انا اكثر من هذا الكلام، انا ما بدي انساق وراءه لا السوق، انا شفت وراء رديت عليهم بالمسائل. دكتور قل بدك تلعب سياسي؟ اوكي طيب طالع وثيقة ونجيب أمريكا ونجيب روسيا ونجيب كل الناس وبيوقعوا هؤلاء العصابات الإرهابية مسميين بسوريا الديمقراطية، بيوقعوا وثيقة أنه هني ليس لهم أي علاقة بتنظيم حزب العمال الكردي الإرهابي، وأي تعامل معهم أو دعم لهم أو يعتبر خيانة يحاسب عليه القانون السوري بالمحاكم العسكرية أو المحاكم الميدانية، ووقع هذه الوثيقة الأمريكان الراعين الرسمي لهم. قلوا تعال وقع وثيقة أنه نحن ما لنا علاقة بمشروع سوريا الديمقراطية، ونحن ما لنا علاقة بالقضية الكردية، يعني نحن كسوريين ما لنا علاقة بالقضية الكردية. هل هني عنده قضية ما عنده قضية؟ أنا ما دخل نسب، لأن عم يقولوا عنده قضية، أنا ما لي علاقة كسوري بما يسمى القضية الكردية. أنا عندي مواطن سوري، مواطن سوري يعني بقصد الدولة، الدولة عندها مواطن سوري كردي تركماني مواطن واحد، مواطن واحد في سوريا إن شاء الله يكون أفغاني هندوسي شو بدك سيخ، مواطن واحد له حقوق بقية المواطنين. طبعا طبعا هم عم يحكوا بالتقسيمات الديمقراطية وهذا الكلام، المفروض عاد نرجع اذا بدهم اياها محاصصه، نحن بنقول له يا اخي انا 86% رئيس الجمهوريه لازم يكون عربي سني مثلا، هني عم بدهم هيك، هني بدهم هيك، هني عم بقول لك احنا ترك مال ونحن اكراد ونحن مدري شو ونحن مدري شو. طيب اوكي نحن العرب تعالوا، نحن عم بقول له العرب السنه 56، عم بقول لك العرب هذا نيكولاس فان دام الفرنسي ما له علاقه، ولا على فكره هذا بترجم العربي بالانجليزي اعتقد الكتاب مخالف غير الكلام. 56% انا بدي رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء وزاره الدفاع ووزاره الخارجيه والداخلية معه 56% هاي كعرب سنة، وإذا بدهم يعني كعرب كمكونات عربية لا أنا بدي وزارة الداخلية وزارة الدفاع وزارة الخارجية وكذا، حتى وزارة الإسكان والمالية، حتى وزارة الإسكان والتعمير بفترة الناس اللي هاي وزارة هامشية ما بيعرفوا مرتبات الناس اللي بيعملوا في المياه ومؤسسات معالجة المياه مرتباتهم أغلى من مرتبات البترول على فكرة، هاي الناس ما بتعرفها، الناس اللي بيشتغلوا بمحطات معالجة المياه اللي هي مثل محطات معالجة البنزين، مثل ما عندك مصفات البنزين عندك مصفات المياه نفس المرتب طبيعة العمل 100%، لأنه رح لك شغله هلا الناس ما بيعرفوا شو الموضوع. طبيعة العمل 100%، يعني أنت كمهندس بتتعين بشركة البترول، مهندس بترول تعين بشركة البترول، تعيينك هو مثلا 4000 ليرة لنفترض أو 10000 ليرة، أنت كمهندس طبعا المهندسين أيامنا كل مهندس يعني أيام بال 2002 بعتقد غيروا القانون، بعد ال 2000 غير هذا القانون، كان كل مهندس اللي خرج من الجامعة أو كل جامعة حتى أعتقد أو كل مهندس يعين حكما، يعني أنت تطلع من الجامعة بتعين تلقى وظيفتك، هيك قرار موجود ما فيك لحد 2002 لحتى غيره. المهندسين التعيين يكون على سواء على 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 عدد سنوات الدراسة، يعني اللي درس 6 سنين واللي درس 5 سنين، يعني اللي درس 5 سنين مثلا تعيينه 10,000، اللي درس 4 سنين تعيينه 8,000، اللي درس ماجستير فوق 5 سنين درس 2 تعيينه مثلا 10,000 بصير 12,000، اللي درس دكتوراه بصير 15,000. كلهم هيك، كل هذا القانون يطبق على كل العاملين في الدولة، يعني على كل مهندسين الدولة سواء بالبترول او كذا. شو اللي بيفرق معك؟ بيفرق معك اللي هو انه طبيعة العمل والحوادث. طبيعة عمل الناس اللي بيشتغلوا بمحطة المعالجة المياه، محطات معالجة المياه في سوريا في 4 محطات كان أو صار لها شي 10، يعني بحلب وحماة وحمص ودمشق ومعدنة وكذا والشيخ نجار أعتقد، المحطة معالجة المياه مثل المصفاه، طبيعة عمله مثلا أنت تعينت مهندس ب10,000، طبيعة عملك 10,000 خاصة اللي بيشتغلوا بالليل 100%، أنت تتعين ب10,000 أساس راتبك 10,000 تاخذ طبيعة عمل 10,000 100%، خاصة المهندسين بيداوموا بالليل الورديات، اللي ما بيداوموا بالليل بياخذ 80%، 80% يعني 8,000 بياخذ 8,000 مثله مثل المصفاه،
بترول. يعني كان المهندسين بالفتره الاخيره كانوا يعملوا وصلات من مجلس الوزراء يجوا على محطات معالجه المياه، بالتالي بيطلع واحد يقول لك شركات المياه والصرف الصحي ما ادري شو، راتب الصرف الصحي اعلى من راتب البترول. اللي بيفرق معاهم انه هذاك بياخذوا ربما حوافزهم كبترول تكون الحوافز اكثر، مثلا بياخذوا 5000 حوافز، هذول ممكن ياخذوا 2000 2500 حوافز، هذا اللي بيفرق معهم. بس انت كمهندس او كشخص او بتروح زون السفر، ما كانوا مهندسين القضيه بدها نص ساعه يوم واحد تنحل، هن بيضلوا 10 ايام رايحين جايين على دمشق على حلب، رايحين جايين زون سفر سياره، زون سفر سياره بيطلعوا لهم 3 4000 زون السفر بس، وهو الموضوع بينحل بنص ساعه. وهذا سمعته من احد مدراء عاميين قال هو. المهم بالتالي يعني حتى الاسكان والمرافق والهذا ما راح نعطيكم اياها. انتوا عم تحكوا عن نسبه تناسب، انت سوريا الديمقراطيه ما بنعتبرك ممثل الاكراد، انت ممثل سوريا الديمقراطيه 0.5%، شو بيطلع لك؟ ولا وزير البلديات ما بنعطيك، يعني شو بيطلع لك؟ ممكن انا نحطك بدل عبد الستار السي وزير اوقاف، لانه اليوم بتعرفوا البعث اللي بيبعث الناس يتعلموا بشريعه على الحزب، يعني انت بتنجح بالبكالوريا بتجمع اقل معدل حتى ناجح المساعد، ايام زمان كانوا يعطون زائد 2 اي زائد 1 ناقصه على كذا بينجحوه، بعدين بيروح على الحزب بيكون عندك واحد بالحزب او كذا بيدخلوك شريعه على الحزب بتصير شيخ، وبتطلع بتحلل وبتحرم وبتقتل وحافظ الحديثين، وكل ما زاد علمك طبعا بيزيد فهمك وبتصير انت ارحم. بالتالي يا نصر حريري، يا دكتور نصر حريري، انتوا بقول لهم بدكم ديمقراطيه اوكي، انتوا 0.5% انتوا، لانه عديت لك المستقلين الاكراد والسوري والوطني السوري والمستقلين الشباب والكذا كلهم معكم، انتوا 0.5%. بالتالي تكتب وثيقة انه نحن ما لنا علاقة بمشروع حزب العمال الكردي، ومتوقع عليه امريكا وروسيا وكذا، واي تعاون معهم يعتبر اعدام، نحن ما بدنا نحارب تركيا عشان انتم ترضوا وكذا، بتسلموا سلاحكم بصيروا بيندمجوا سوريا الديمقراطية، ما بنسمح بقيام مثل حزب الله، انه سوريا الديمقراطية ما في تيجي بتبعت جيشك بتبعت مثلا عبد الجبار العقيدي ما حارب معكم مش انتم ديمقراطيين، مش عبد الجبار العقيدي حارب بعين العرب العربي السوري اللي سميتوها اللي بتقولوا عنه كوباني باللغه الانجليزيه بس عشان تلغوا الاسم العربي عنه، وحتى عرب ربما يكون هذا مواطن كردي، مواطن سوري كردي اسمه عرب سموها، والعين يعني عين المي ده العرب وفلان اسمه عرب، العين ده بس انتم بس يكون هو عرب كردي، بس انتم عشان كلمه عربي سويتوها بتقولوا بالانجليزي ويمكن بالانجليزي يعني على فكره. وحتى بيطلع واحد بيقول لي يا اخي ديار بكر اسمها امد، طب امد شو لك علاقه فيها انت؟ يعني هي اصلا بلد هو البيزنطيه ولا الميديين ولا شو لك علاقه فيه؟ يعني بتقول لي هاي اسمها امد، طب شو لك علاقه انت بامد ولا شو لك علاقه فيها؟ ميديين ولا 200 شو لك علاقه؟ هاي كتبك عم تقول انتم ما لكم علاقه. المهم بالتالي على هذا الاساس نحن بنرفع قضيه بالامريكا، قضيه قانونيه انه هذول ما لهم عليه بهذا الموضوع. بكره بنحكي بموضوع ان شاء الله تعالى، بنحكي بموضوع اللي حكيناه على هذا الموضوع اللي شايفينه امام حضراتكم، موضوع كيف تحاول امريكا انقاذ التنظيم الارهابي المسمى بسوريا الديمقراطيه. روحتوا لنا المباراه جوكوفيتش، ما بعرف اذا فاز ولا لا. على كل حال شباب وصبايا اللي حابب، طبعا مستحيل الواحد يتحمل كل هذا الحديث اللي حكيته بوقت طويل، طبعا حكيت عن اسبوع لان صار اسبوع ما طلعت، وربما ضل اسبوع كمان ما اطلع مباراه حسب الظروف. بالتالي شباب وصبايا اللي بحب يشترك بالقناه على اليوتيوب له كل الاحترام، نحن بالاخير الله يوفقكم، لا باخذ فلوس ولا لي علاقه بالفلوس، انا مهم هذول شباب لايك، شباب هذول جماعه واضحين، انا اقسم بالله العظيم لا اتقاضى شيء، وحتى انا ما قدمت على هذا الموضوع، وهتحدىكم هاي قناتي امامكم روحوا شوفوها. وهذا الفيسبوك اقسم بالله بعمري انا لم اخذ فلوس، انا يعني ناس كثير كانوا يقولوا لي انت كيف بتكتب مقالات ما بتاخذ فلوس وكذا، ماشي يعني، وفي بقول لكم فلان وفلان في محادثات يعني. ماشي، انا كتبت باكثر من 14 15 صحيفه، صحيفه واحده هن اعطوني فلوس، وكنت فعلا يومي مضطر على 10 مقالات بس ولا اكثر من هيك. شوفوا انتم مقالاتي موجوده، انا ما بقدرك المفكرين والباحثين والخبراء اللي ما قرأوا جريده بحياتهم، شوفوا المقالات وشوفوا، وانا لكم حكيتكم بالموضوع هاي عم اعطيكم وثائق وارقام وتواريخ وشواهد وكله بالارقام. صمت روخ الاول، جيبوا لنا صمت روخ الاول ملك عربستان اللي بيسموه كردستان، كردستان اللي اسمه عربستان، ماشي، هاي اعطيتكم الملك واعطيتكم اسمه وين كان ساكن وين اوضه، هن يردوا علينا بهي الوثائق ولا يشتموا امنا ولا يسبوا اهلنا، واللي بيسبوا بيسب زوجتي انا عشان رايحكم، انا ماني متزوج، كل يوم بيجينا 1000 مسبي على زوجتي، مرتك، انا ماني متزوج عشان رايحكم. وهذا كان خطا كبير يعني، ما عم نفتخر بهذا الموضوع، هاي كانت كارثه يعني، اولاد رفقاتي صاروا بالجامعه للاسف الشديد، انا ما تزوجت، هذا خطا كبير وخطا تاريخي في حياتي. بس يلا هذا اللي صالحكم، اذا بعدين ما عندي وريث باب المداعبه.
أصدقائي شباب وصبايا اللي بحب يشارك في صفحتنا على اليوتيوب له كل احترام، بحب يشارك هذا المقاطع هاي على صفحته على الفيسبوك من أجل أن تصل إلى ناس أكثر ويعرف شو اللي عم يدور في هذا الوضع ويفهموا نحن، يعني مو يفهموا أنا بالأخير مثلكم، بس عم بقول الأفكار ربما يعني أنا لأني مختص فيها عم أدرسها، أنتم ما يكون عندكم وقت عم أوضحها ونتشارك هذه الأفكار، فلكم كل الاحترام. أنا كتبت يا شباب اشتركوا على الصفحة، عندي 8000 على صفحتي للأسف الشديد عم يتفرجوا على السيد النمر وعم يتفرجوا على هاي البنت وعم يتفرجوا على تبع طباط، لانه كلهم هني بيعتبروا حالهم مفكرين وانا بيعتبروني ما بفهم، او ربما لانه انا فلاح مثلا في شفته طلعت بالفتره الاخيره فكره انه الفلاح والمديني وهذول الفلاحين ما بفكر وبيعتبروني مستبد، وانا اقول في بعض الاحيان يجب ان تكون مستبد في موضوع الاكراد، كل كلمه تفرق معنا اكثر من غدر سوريا الديمقراطيه، أكثر من غدر بالثورة 70% من سبب إذا فشلت الثورة بسبب غدرهم، كانت الثورة ماشية 100% مباشرة هني قتلوا مشعلتهم وقتلوا هذا وانشقوا وأخذوا الحسكة وكذا وسولوا على المناطق وضربوا الثورة بأكبر مقتل وتعاونوا مع النظام، ومبارحة وقت اللي طلع جيت أمريكا بدها تطلع عليك الوثائق والاجتماعات موجودة وأعلام النظام وأعلامهم موجودين مع بعضهم وكل البترول عم يبيعوه للنظام، بالتالي هني أكبر مخازق الثورة وأكبر خازوق في الثورة كانوا هني هذول التنظيم الإرهابي. يعني للأسف شباب وأهلنا والسارود ومحبي عبد الباسط سارود ومحبي هذول الشباب اللي توفوا عند سوق الدجاج بمدينة حمص اللي كتيبة السارود أعتقد، واللي فاتوا بدي حر بدي يفكوا الحصار على حمص وانفجر فيهم 40 شخص، كان بعتقد بيناتهم واحد بيت زعيم جاد زعيم وكذا واحد بيت زعيم بابا عمر، فيها شباب بابا عمر شباب الرسال شباب تلبيسي شباب بيت الزعبة بيت الحريرة الناس أهلنا بدرعة وعم قلق يا علوي أنتوا بتعرفوا أنتوا الشباب رفقاتي اللي كانوا معي سواء كانوا معي بالدراسة أو كانوا معي بالعمل أو كان أنتوا بتعرفوا أنا ما عندي شيء، وأنا وقت اللي سألتوني وقلت له لا كبيركم أنتوا بتعرفوني مين كبيركم، قلت له روح تصير رئيس بشار الأسد مش ناب يعني حابب شيء بشار الأسد ونجيب رأسي، قال لي مين بتصير، قلت له أنت وهو منه هو بيعرف مين عم حكي وكل الحوارات والندوات دعنا ناكل يا أخي، نحن بدنا نشيل هذا النظام اللي اسمه بشار الأسد ونعمل نظام ديمقراطي إن شاء الله يوصل أي شخص عنده الكفاءة وبيقدر ينقذ بلد يسوي سوريا مثل ما كانت دولة، سوريا كانت إمبراطورية، دمشق كانت إمبراطورية تحكم العالم، بس بعد بشار الأسد صار عندها الطبالي والدويلعة بقول لك مهد الحضارات ودمشق بده يخبرنا على دمشق وسوريا، بالتالي هذا هدفنا، يعني ما عندي مشكلة لا مع كردي وأخي الكردي وصديق الكردي، وأقسم بالله العظيم من فترة واحد صديقنا كردي بيعرف كل هذا الكلام اللي أنا بحكيه ماشي، لكنه انسان ما منخذل شو بعصبك واحد عن سب النبي وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، في اكثر من واحد بسب الرسول بسب صلاح الدين، واحد كرد اقسم بالله شافني عنده ابن يعني ابنه يجيب اللغه الالمانيه لانه درس صف اول يعني مهما تعلمت الالماني ما رح يجيب اللغه الالمانيه، انا عمري 44 سنه اليوم صار عمري 44 سنه اليوم عيد ميلادي بالمناسبه، بالتالي جاب ابنه اعطاه الاوراق اللي روح تصرف روح حلل اياه، بعت ابنه هو من تلقاء نفسه كان زوجته معه وحلل، يعني هذا مواطن سوري مثله مثلي، هذا مواطن وانا مواطن، يعني انا ما عندي يسوق لكم انا بكره الاكراد، بس انتم وقت بتحكوا بالتاريخ انا حكيت بالتاريخ، يا اخي انا باحث عم اكتب عم اعطيك عم اقول لك بيوم السبت الواقع في الساعه كذا، انت بترد علي ابنك واختك وكذا، يا اخي رد علي بالوثائق انا جبت لك سنطروخه، راح اختم لك مع سنطروخ الاول شو اسمه قلنا هذا صاحبنا سنطروق، عجبني هذا الكلام يا شباب الصبايا بنات صبايا شوفوا لي هذا سنطروق وابنه عبد سيما شباب صبايا نحن وقت بنحكي يا شباب هذا سنطروق جيبوا لي سنطروق هذا ملك الملك ما تسموها بكردستان كان اسمه عربستان هاي عربستان طبعا المنطقه السوريه الفرات لانه موضح لكم عند سيما فيكم ترجعوا الفيديو تشوفوا عبد سيما انا عم اعطيك وثيقه وعم اعطيك الزلمه هذا شايفه قدامك عم اقول لك هاي انت عم تقول كردستان بقول لك عربستان هاي اسمها عربستان وهي الكتب الايرانيه بنسميها عربستان نحن بنسميها مملكه الحضاره ومملكه عربايا انتوا وين كنتوا؟ ماشي انت رد علي بوثيقه قول لي خذ هذا بس اقول لي انا ميدي لانه اعطيك كتاب ولا اخذته مالك ميدي انت نفسكم كتابكم مش من حدا ثاني بجيب لك من كتابك انه انت مش من هذول تبع بول البعير وبتقولوا عني انا بدوي ومش مع انه هذول البدو انتوا عم تحكوا هذا صندوق منين جاء هذا الملك الحضر هو اصلا من الجزيره العربيه ما اصلا كل هذول المناطق العالم من الجزيره العربيه حتى الكنع الفينيقيين والكنع كلهم من الجزيره الفينيقيين اصلا من الجزيره العربيه الفينيقيين هن من الجزيره العربيه الامويين من الجزيره العربيه هذول اللي عملوا اكبر امبراطوريات وحضاره العباسيين من الجزيره العربيه الامويين اللي بالشام من الجزيره العربيه من دمشق
صحيح ربو تعال، بس هي بالاصل كلياته اصل اصل تلك المنطقه. بس هذا ليك وهذا انت تقول نحن مش ربو بعيد. طب مين هن المدينين؟ هن سكان البدو والجبل والقلقطات والاخرى. التاريخ يا اخي روح اقرا التاريخ، تعال على جوجل، جوجل على جوجل شو يا اخي الابحار، اذا ما بدك تقرا كتب ومصادر رد علي بسنطرو. انا عند سنطرو سانتهي على امل لقاء فيكم في موعد اخر، لست اعلم متى هو، ربما يكون غدا ولست اعلم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنخدعوا بديمقراطيتهم وحزبهم وتوقيعهم المعاهدات مع المنظمات الدولية حول الأطفال. اليوم اختطفوا الأطفال وبعدوهم على التجنيد ويتحدثون عن الديمقراطية، وراح يقابلوا الشبيح اللي جده مؤسس التنظيم الإرهابي الأصلي اللي دعا الانفصال عن الدولة العثمانية، وبعدين اللي بده يعمل دولة يعني قدر جميل الأول، روح عن قدر جميل الأول التركي الكردي التركي الكردي التركي ماشي. هذا الديمقراطيون، الديمقراطيون اعتقلوا كل ابناء العشائر وقتلوا ابناء العشائر. يقولون ان امريكا تتحدث معهم، ان ترامب يتحدث معهم لانهم اقوياء، والحقيقه من اجل ان ينقذوهم من الضياع اللي هم فيه، لانه اثبتوا حتى اكراد العراق ما بيحترمون. اسال الله على امل لقاء، اتمنى اشوفكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.